بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي مشاهدي قناة النادي الأهلي في كل مكان، أهلا وسهلا بحضراتكم في حلقة جديدة من البيت الكبير، وما زالت الاحتفالات بالعشرة مستمر. الحقيقة طبعا قبل ما أبدأ وأقول لحضراتكم أي حاجة وإيه اللي هيحصل النهاردة، كل سنة وحضراتكم طيبين بمناسبة طبعا عيد الأضحى المبارك. النهاردة كلنا كنا صايمين وفطرنا، وبعد كده نزلنا. النهاردة كمان هنقعد مع اتنين من النجوم الكبار، النهاردة نسهر معاهم سهرة جميلة جدا جدا. اتنين من النجوم الكبار الحقيقة اللي امتعونا وسيظلوا يمتعونا خلال الفترة القادمة، اتنين من كباتن النادي الأهلي، النجم الكبير كابتن وليد سليمان والنجم الكبير كابتن سعد سمير. هيكونوا في حديث خاص جدا عن العشرة والتاسعة والثامنة والسبعة. هم الحقيقة من الناس اللي كانت أو من كباتن الفريق اللي كانوا متواجدين في عدد كبير جدا من البطولات الإفريقية الأخيرة اللي أحرزها النادي الأهلي، وبالتالي النهاردة الحقيقة هنشرف بوجودهم معانا، لأنهم يستحقوا الحقيقة أن يكونوا متواجدين وسط جمهور النادي الأهلي ووسط البيت الكبير. وأول الحقيقة ما قلنا لهم واتكلمنا معاهم لبوا الدعوة على طول الحقيقة، لأنهم قالوا الكلمة اللي دايما كل لعيبة النادي الأهلي بيقولوها أو معظم لعيبة النادي الأهلي بيقولوها، إحنا هنيجي علشان نبقى في وسط جمهور النادي الأهلي ونعرف أسئلتهم ونجاوب على أسئلتهم. طبعا النجوم وصول النجوم كابتن وليد سليمان وكابتن سعد سمير معانا هنا في البيت الكبير، وده طبعا لحظات وصولهم مع كابتن وليد وكابتن سعد سمير. هنتفرج وهنسألهم كل الأسئلة، وزي ما حضراتكم عارفين احنا بنشتغل على هاشتاج. النهاردة هيكون معانا هاشتاج الحاوي وسمير مع الشاطر، الحاوي وسمير مع الشاطر، هو ده الهاشتاج اللي هنشتغل عليه النهارده. كل الاسئله اللي حضراتكم عايزين تسالوها بعتوها لنا، واحنا هنحاول طبعا على قد ما نقدر، لان بتبقى عدد كبير جدا جدا من الاسئله اللي حضراتكم بتسالوها لنجوم الفريق سواء كابتن وليد سليمان او كابتن سعد سمير. سعداء جدا، انا شخصيا سعيد جدا جدا، ولازم اقول كده، ويعني دايما الناس بتقول لي هو انت ليه بتقول الكلام ده على طول؟ لانه جمهور الاهلي يستحق، جمهور الاهلي يستحق التحيه. امبارح في وسط الزخم الكبير خارج قناة النادي الأهلي بيظل دائما ملوك أفريقيا مع الشاطر هو الترند رقم واحد لفترات طويلة جدا جدا، رقم واحد واثنين الحقيقة لفترات طويلة جدا، احنا ما بنحبش رقم اثنين الحقيقة، لكن بنبقى دايما رقم واحد. وبالتالي لازم أشكر حضراتكم، لأنه حضراتكم اللي بتعملوا كده، حضراتكم اللي بتوصلونا لهذا المستوى وبعدد تويتات كبير جدا في ساعة ونص أو في ساعتين، فأنا بشكركم طبعا كالعادة. بقول لكم دايما الحقيقة الواحد بيبقى فخور وبيبقى أو بيحاول يعمل كل حاجة على قد ما يقدر عشان حضراتكم تبقوا مبسوطين، وهو ده اللي يهمنا في النهايه. عشان كده انا بشكركم، بشكركم جدا جدا كالعاده. ان شاء الله حلقه النهارده تعجب حضراتكم، وكل الاسئله ابعتوها لنا على الحاوي وسمير مع الشاطر. هو النادي الاهلي بينافس مين؟ سؤال دايما بنساله، هو النادي الاهلي بينافس مين؟ النادي الاهلي بعيدا عن الانديه المحليه اللي ليهم كل الاحترام، ما بتكلمش على حد، ولكن النادي الاهلي بينافس نفسه محليا، ولكن اوروبيا وعالميا بينافس ريال مدريد. ليه أنا بقول الكلام ده؟ لأنه هذه الحقيقة، النادي الأهلي حصل على عدد كبير من البطولات اللي تؤهله لمنافسة النادي الأكبر عالميا وهو نادي ريال مدريد، بناء على الأرقام برضو. يعني رقم واحد ريال مدريد، رقم اثنين هو النادي الأهلي، وإن شاء الله إن شاء الله الحمد لله بنقرب واحدة واحدة، وإن شاء الله خلال السنين السنوات القادمة يكون النادي الأهلي هو الأول على العالم، لأن هو ده دايما المكان اللي احنا بنسعى ليه. رقم واحد هو المكان اللي بيسعى له دائما النادي الاهلي في اي شيء، في اي شيء. هنحاول على قد ما نقدر، على قد البطولات اللي بناخدها وعلى قد المجهود اللي بنعمله وعلى قد كل حاجه، النادي الاهلي بينافس نفسه هنا. طبعا ارقام واضحه جدا، وهنا برضو عشان ما حدش ياخد كلامي غلط، انا الحقيقه ما بتكلمش على حد، انا بتكلم عن النادي الاهلي. النادي الاهلي زي ما قلت لحضراتكم هنا بينافس نفسه، بره بينافس ريال مدريد وهو المنافس الاول او هو رقم واحد حتى هذه اللحظه. ان شاء الله خلال السنوات القادمه يكون النادي الاهلي هو رقم واحد بمجهود حضراتكم. جمهور النادي الاهلي كالعاده هو الاول في اي شيء، ثانيا مجلس اداره النادي الاهلي وجهازه الفني ولاعبيه اللي دايما بيبقوا على قلب رجل واحد، وعائله الاهلي. عائله الاهلي اسم ما جاش من فراغ، اسم دائما بنتكلم عنه وبنقوله، لانها بالفعل هي عائله. جمهور بيسندك، مجلس اداره بيتخذ القرارات المناسبه علشان يوفر كل سبل الراحه لكل الفرق الرياضيه، جهاز فني في كره القدم على اعلى مستوى
سواء مستر بيتسو موسيماني او بقيه الجهاز اللي موجود معاه، جهاز اداري على اعلى مستوى، ولاعبين الحقيقه على قدر المسؤوليه، عارفين هم بيعملوا ايه، عارفين هم عايزين ايه، عارفين الهدف بتاعهم ايه، وبالتالي احنا بننافس ريال مدريد، ما بننافسش حد تاني، المنافسه مع ريال مدريد. طيب المنافسه مع ريال مدريد، نطلع نشوف هذا التقرير عن منافسه النادي الاهلي مع ريال مدريد ونرجع نكمل مع حضراتكم. ولا في غيره يفرحني زي ما حضراتكم دايما بتقولوا لما كان في مدرجات او ما كنا بنروح المدرجات وكنا بنسمع الكلام ده بودنا، بيخلينا كل جسمنا كان بيقشعر الحقيقه. ففعلا النادي الاهلي دائما بنكون فخورين بيه، دائما بنكون مبسوطين بيه، دائما بنكون فرحانين ان احنا بننتمي ولو لمده ساعه حتى عدينا من قدام النادي الاهلي. فسعداء جدا 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 بما يحدث. وبالمناسبه ريال مدريد هو رقم واحد عنده 26 بطوله، النادي الاهلي هو رقم اثنين عنده 23 بطوله، بوكا جونيور الارجنتيني عنده 18 بطوله، وبالتالي وميلانو طبعا الايطالي 18 بطوله، وبالتالي المنافسه دائما بتكون ما بين ريال مدريد والنادي الاهلي. من حوالي كام سنه برضو كان النادي الاهلي هو الاكثر تتويجا في العالم، ولكن ريال مدريد خد كام بطوله كده في وقت احنا كنا ما خدناش بطولات كتير، ولكن ان شاء الله ان شاء الله يعني متعودين دايما على المنافسه مع ريال مدريد ومع الانديه الاوروبيه. ان شاء الله خلال الفتره اللي جايه انا متخيل السوبر الافريقي، وبعدين ان شاء الله ال11 وبعد كده ال12، ان شاء الله ربنا يكرمنا ونصعد الى الاكثر تتويجا في العالم مره ثانيه. كل ده بمجهود جمهور النادي الاهلي وجمهور النادي الاهلي العظيم الحقيقه، ومجلس الاداره واللاعبين وجهازهم الفني. طيب عندنا ايه تاني هنتكلم فيه النهارده؟ الحقيقه رباعي دايما متخصص ان هو يجيب اجوان في المباريات النهائيه. رباعي ده معظمهم او كلهم خلال الفتره الاخيره وليد سليمان رقم واحد في القائمه الحاليه اللي موجودين، طبعا وليد سليمان 4 اهداف، السولية او انا اسف 3 اهداف وليد سليمان، والسولية 3 اهداف، مجدي قفشه 2 اهداف منهم طبعا من القضيه ممكن، ومحمد شريف 1 هدف، وبالتالي دايما بنشوفهم بيجيبوا اهداف وهدافين الحقيقه، بيجيبوا كل الاجوان في المباريات النهائيه. خلينا نطلع نشوف هذا التقرير عن هذا الرباعي، رباعي تخصص المباريات النهائيه، وبعد هذا التقرير فاصل، وبعد الفاصل هنستقبل نجومنا الكبار الحاوي وسمير مع الشاطر. احنا بنعليها احنا بدعنا الصنع انتم جايين بعدينا، احنا نهد جبال اسأل يا ابني علينا، الاهلي في دي القارة واتقال واحد فيها بطولة يمين بطولة شمال، كله عالسكة وشغال، الضربة القاضية هتتشال، الاهلي معلم اجال، مفيش تعب بيأثر فينا، احنا تاريخنا بيحكي علينا، الجماهير ملايين حوالينا بتشجعنا وبتقوينا، احنا ملوك اللعبة احنا بنعليها، احنا بدعنا الصنع انتم جايين بعدينا، احنا نهم. ازيك يا حبيبي؟ امورك ايه؟ الحمد لله تمام. كله تمام؟ سؤال طيب. ازيك يا كابتن سعد؟ ازيك يا كابتن سعد؟ امورك ايه يا حبيبي؟ الحمد لله. عامل ايه؟ كل سنة طيب. تعالوا اتفضلوا جنبي هنا. اتفضلك يا كابتن. اتفضلوا ما شاء الله. اموركم ايه؟ الحمد لله يا كابتن. كله تمام؟ كله تمام. عامل شعره ايه؟ هنا اللي عملوه لي والله. والله بس علامة. يعني ده وليد ما لحقش. لا 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 مفيش. لا مفيش شعر. ده عمل زمان. انت المفروض كنت تيجي في النص عشان احنا الاثنين لابسين اسود. تعالى يا سعد. ماشي يا كابتن. انت اللي تيجي في النص عشان ايه؟ الناس ما تبقاش اسود في اسود. طبعا زي ما حضراتكم شايفين معانا 2 من نجوم الفريق النادي الاهلي و2 من كباتن النادي الاهلي النهارده هيكونوا معانا وضيوفنا. زي ما قلت لحضراتكم كل الاسئله اللي حضراتكم عايزين تسالوها الكابتن سعد سمير او كابتن وليد سليمان ابعتوها لنا على الحاوي وسمير مع الشاطر، الهاشتاج اللي هنشتغل عليه خلال الفتره القادمه. هنطلع فاصل وبعد كده طبعا هنكمل بقى كلامنا مع كابتن وليد سليمان وكابتن سعد سمير. اتفضل. اهلا وسهلا بحضراتكم مره اخرى اعزائي المشاهدين. طبعا خليني ارحب بنجوم الفريق في بيتهم البيت الكبير، كالعاده دائما بيكونوا متواجدين معانا عشان نفرح معاهم. الحقيقه فخر كبير جدا جدا ان يكون معانا 2 بالاسماء وبالحجم اللي احنا هنتكلم عنه النهارده طوال ساعتين. الاثنين دول سواء كابتن وليد سليمان او كابتن سعد سمير لهم دور كبير جدا جدا في انتصارات الاهلي في الفتره الاخيره. انا مش بتكلم على السنه دي ولكن انا بتكلم على 10 سنين او يمكن اقل شويه. أكتر شوية بالنسبة لك يعني. أنا وكابتن. أنت وكابتن وليد أكتر شوية من 10 سنين. هنتكلم عن كل هذه الإنجازات وإزاي بتحصل الإنجازات دي في النادي الأهلي. زي ما قلت لحضراتكم كل الأسئلة اللي حضراتكم عايزين تسألوها الحاوي وسمير مع الشاطر ابعتوا لنا
وانا هسال كابتن وليد سليمان وكابتن سعد سمير. منور يا نجم كابتن وليد، منور حبيبي يا كابتن اسلام. والله احنا لينا الشرف ان موجودين مع حضرتك النهارده وفي قناه النادي الاهلي. انا بشكركم جدا الحقيقه وليد، لانه انتوا اول ما اتكلمنا معاكم قلتوا لنا لا احنا لازم نبقى موجودين مع جمهور النادي الاهلي وفي وسط جمهور النادي الاهلي، وهو ده جمهور النادي الاهلي عايزكم، بيحبكم عشان كده، بيحبكم عشان انتوا دايما متواجدين معاه سواء على السوشيال ميديا او على قناته وقناه النادي الاهلي. فانا بشكرك جدا يا كابتن وليد على وجودك معانا النهارده. ايضا النجم الكبير كابتن سعد سمير، منور يا كابتن سعد. ونفس الكلام الحقيقه، واحد من كباتن الفريق وله دور كبير جدا جدا الفتره اللي فاتت، ودور هو ليس خفي، لانه كباتن الفريق زي ما اتكلمنا امبارح مع كابتن سامي قمصان هو اتكلم تحديدا على كابتن وليد سليمان وعلى كابتن سعد سمير. كابتن سعد منور ومشرف، وطبعا انا بشكرك جدا على وجودك معانا النهارده. ربنا يخلي حضرتك كابتن اسلام، سعداء ان احنا موجودين مع حضرتك وفي قناه النادي الاهلي، قناه بيتنا الكبير. و زي ما حضرتك قلت يعني احنا النهارده كان يوم اجازه بالظبط، كابتن وليد كان مسافر للاسره وانا كنت مسافر معرفة. لكن ما نقدرش نتاخر على النادي ولا قناه نادينا، فسعيد ان انا موجود مع حضرتك ومع كابتن وليد طبعا. لا انا بشكركم جدا الحقيقه، وزي ما قلت لحضراتكم النهارده كان يوم صيام، ويوم بعد الصيام الناس كلها كانت مسافره طبعا، اللي هنا واللي هنا عشان يروح يذبح بكره ان شاء الله، ولكن هم اصروا الحقيقه ان احنا ان هم يكونوا متواجدين معانا. خلينا نطلع نشوف تقرير عن الكابتن وليد سليمان، وهنرجع بقى نكلم كلمتين برضو مع الكابتن سعد، ونطلع نشوف تقرير عن الكابتن سعد. شوف تقرير كابتن وليد ونرجع. زي ما حضراتكم شايفين تاريخ كبير جدا جدا للحاوي وليد سليمان مع النادي الاهلي، وحاجه جميله جدا وحاجه محترمه وحاجه تفتخر بيها الحقيقه. يعني كابتن وليد حاجه جميله جدا، وهنتكلم عن التاريخ ده كله من اول ما جيت النادي الاهلي لغايه الان. والله يا كابتن سامي الحمد لله، يعني ده في الاول يعني اشكر ربنا سبحانه وتعالى على التوفيق وان انا اجي النادي الاهلي. كان حلمي وانا صغير ان انا اجي النادي الاهلي، والحمد لله يعني عملت، يعني حضرت جيلين في النادي وعملت تاريخ كويس الحمد لله، واستفدت كتير جدا من وجودي في النادي ومن وجودي في وسط الجيل الذهبي للنادي الاهلي. والحمد لله يعني زي ما حضرتك قلت ان الواحد قدرنا في وقت يعني تقريبا 11 سنه دلوقتي في النادي نعمل حاجه كويسه للنادي، واعمل حاجه كويسه لنفسي على المستوى الشخصي، وان شاء الله الفتره الجايه احاول برضو اضيف لنفسي واضيف للنادي بطولات ان شاء الله. يا رب ان شاء الله. سعد سعد يحيى سعد، ايه 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 الجمال ده حبيبك يا كابتن؟ يعني برضو تاريخ كبير جدا في النادي الاهلي يا سعد، بقالك كام سنه عشان ما اغلطش انا؟ 12 سنه الفريق الاول، يعني ساعه ما طلعت الفريق الاول 12 موسم الحمد لله. وقبلها بس من الناشئين للفريق الاول، يعني موسم 2009 طلعت مع الفريق الاول، والحمد لله دلوقتي 12 موسم مع الفريق الاول. بسم الله ما شاء الله. البطوله اللي هي كانت الحمد لله العاشره دي كانت البطوله رقم 24 ليا مع الفريق الاول. عديت شادي انت كده؟ مش عارف. عديت شادي؟ شادي 23. شادي 23 بس طبعا الكابتن شادي مع لقب صعب يكرر، يعني اللي هو كده شادي تقريبا زي 23 23 كده وليد 23 وليد سعد قبلها بسنه في النادي. ما هو وليد بقى 23 وانت 24، فانت عديت شادي. دلوقتي ده مع عصام وفي اثنين كمان برضه 24، يعني لو ان شاء الله ربنا كرمك بدوري مثلا او لسه يا كابتن ان شاء الله، يعني ان شاء الله لسه بدري. خلينا نطلع نشوف تاريخ سعد سمير في هذا التقرير ونرجع نكمل مع حضراتكم. النهارده برضو في الصفحه الرسميه للنادي الاهلي على تويتر احتفلت الحقيقه بوليد سليمان وبسعد سمير وبرامي ربيعه ايضا لتتويجهم لرابع بطوله افريقيه. يعني في انديه كتيره جدا في مصر ما وصلتش حتى لبطوله واحده، يعني سيبك من الانديه، لكن انت اربع بطولات افريقيه اعتقد ده شيء رائع جدا. الحمد لله كابتن، وكان في كمان بطوله 17 و18 وصلنا فاينل، ما كانش فيه توفيق ان نحقق البطولتين دول، كان لكن الحمد لله يعني اربع بطولات افريقيا دي حاجه كويسه جدا. وزي ما قلت حضرتك يا كابتن ان طول ما احنا موجودين في النادي الاهلي ده يعني بنحاول نضيف لينا ونضيف للنادي كل ده، يعني زي يعني دايما بقول كلمه، اللي بيكون متواجد في النادي الاهلي وما بيستفادش بيبقى لعيب، يعني مش عايز اقول ان هو يعني ما بيفكرش صح. أيوة. طول ما انت موجود في النادي الاهلي تعلم كل حاجه، ولازم تستفاد ان انت تقدر تضيف لنفسك بطولات وتحط نفسك في تاريخ من ضمن جزء من ضمن تاريخ النادي الاهلي. والحمد لله يعني زي ما قلت حضرتك ان اربع بطولات دي افريقيا دي حاجه كويسه ليا على المستوى الشخصي. يعني
يعني برضو على الجانب الاخر سعد، واحد زي مصطفى شوبير مثلا، اصغر واحد مصطفى اعتقد، ولا في اصغر؟ مصطفى في اصغر منه، احمد كوكا يعني، كوكا لكن مصطفى هو المتواجد يعني، هو مصطفى بالظبط هو المتواجد يعني. كابتن شوبير مثلا، كابتن احمد شوبير واخد مثلا في 20 سنه بطولتين مثلا افريقيا، مصطفى واخد في 8 شهور بطولتين افريقيا برضو. فانت كونك ان انت تاخد 4 افريقيا، اعتقد ان ده بالنسبه لك برضو بيمثل فخر كبير جدا. يعني زي ما كابتن وليد قال لك، انت بتحاول تستغل كل يوم انت موجود فيه جوه النادي الاهلي، والميزه ان انت موجود في مكان بيلعب دايما على البطولات، مكان بيزود اي لعيب بيكون متواجد فيه، يعني النادي الاهلي بيضيف لاي لعيب يكون متواجد فيه. الميزه لما بتلعب وانت صغير او بدري شويه، فبتقدر ان انت تلحق عدد كبير من البطولات. فالحمد لله كنا من المحظوظين، بطوله 2012 دي كانت بطوله الشهداء، ربنا كرمنا بيها، وبعدين بطوله 2013 كانت مع الكابتن حسام بدري 12، و13 مع الكابتن محمد يوسف. وبعدين 2020، وبعدين 2021. فيعني الحمد لله دايما يا كابتن اسلام، بطوله افريقيا هي اللي بتعمل تاريخ جوه النادي الاهلي. مظبوط. واحنا كلاعب نقعد نتكلم في الموضوع ده، بتاخد دوري، بتاخد كاس، بتاخد سوبر، لكن دايما بطوله افريقيا هي اللي عليها العين من جماهير النادي الاهلي ومن مجلس اداره النادي الاهلي. فالحمد لله، الحمد لله. وليد، البطوله العشرة لحظه مهمه جدا، واحتفالات انتوا كنتوا عاملين، انت كنت كان واقف ورا، لسه كنت بسال سعد قال لي انت كان واقف ورا بيسخننا بس ما بيتكلمش لغايه لما كهربا خده بقى على ظهره. احساس مهم جدا، واحساس برضو رائع ان انت تفوز بالبطوله رقم 10، ولكن مش عارف اسالها لك ازاي، ولكن التسعه كانت مختلفه برضو تيالي. اكيد طبعا. التسعة يعني كان بنلعب الزمالك، والزمالك طول عمره نادي النادي الاهلي، مش عايز اقول يعني، كان ماتش مهم جدا، ماتش للتاريخ، ان تقريبا كان اول نهائي بين الاهلي والزمالك في افريقيا. مظبوط. وكان عليها انظار كتير جدا، والحمد لله قدرنا ان احنا نكسب الماتش ده ونحقق التسعة. وزي ما بيقولوا ان النادي الاهلي دايما يعني، حتى جمهور النادي الاهلي، احنا خلصنا بطوله 10 بيقول 11 من امبارح مش من النهارده، بالظبط من امبارح بعد الماتش. لكن فعلا زي ما حضرتك قلت يا كابتن، ان البطوله دي التاسعه كانت بالنسبه لجمهور الاهلي هتفضل معلمه كتير جدا في اذهان الناس، يعني ان طبعا بتكسب نادي الزمالك وتتفوق عليه في كمان في الارقام. انت الزمالك تقريبا 5 بطولات والاهلي 10، يعني الضعف بالظبط. ايوه، كان مهم طبعا. حتى يعني سعد، كنت انا كان عندي كورونا، وكنت في المعسكر وخرجت لما ظهر التحليل. كنا دايما بنتكلم مهم جدا ان البطوله دي هتبقى بالنسبه للجيل ده بطوله مهمه جدا. التاسعه. اوكي. وكان اللعيبه فعلا قدروا يعني كانت بتحط الاساس، يتقبلوا الكلام ده، ان احنا فعلا بالنسبه لنا ان البطوله دي زي ما اتعلمنا من الجيل اللي قبلنا، ان طول ما انت بتوصل نهائي مع الزمالك او في كاس مصر سوبر، دايما لازم تحسس اللي حواليك من اللعيبه ان الماتش ده مهم، وان الماتش ده اللي هيخليك تركب بقيه السنه او الموسم السنين كمان. الموسم اللي بيبقى اللي بعديه بتبقى راكب يعني بلغه الكوره. أيوة. عشان كده الحمد لله اللعيبه كانت على قدر المسؤوليه، وكان سعد بامانه كان ليه دور كبير جدا في التوقيت ده مع الشناوي وايمن، انا كنت في البيت، والحمد لله اللعيبه حققت اللي كان مطلوب يعني في التاسعه. لكن انت في الملعب او شفت الجون ده ازاي بتاع محمد مجدي قفشه التاسعه الاول؟ خلينا نتكلم على التاسعه. كنت يعني كان عندك احساس يعني، الناس كلها ما سالت قبل ما تيجوا النهارده، سالت معظم اللعيبه قالوا لي سعد تحس ان هو كان حاسس ان احنا هنكسب، جالك منين الاحساس؟ لا، كان على 10. على 10؟ على 10 يمكن بقى. لكن التاسعه، ماتش الزمالك، ظروفه باحداثه، انا دايما بقول ان كل البطولات افريقيا اللي في النادي الاهلي مهمه، كل طبعًا. جيل تعب في كل بطوله خدها. امتع بطوله بالنسبه لي او احلى بطوله حصلنا عليها هي 2006، يعني بالنسبه لي انا صفاقسي. التوقيت، الجون، مع رغم انت كنتش موجود. كنت يعني لسه صغير شويه، بس دي على مستوى الاحساس بالبطوله، وان البطوله بتبعد وفجاه بتجيلك، وطريقه الجون نفسه قريبه شويه من طريقه قفشه. لكن كانت اهم بطوله او من اهم البطولات دوري ابطال افريقيا اللي كان لازم ناخدها هي المباراه النهائيه مع نادي الزمالك، ليها اعتبارات كتيره جدا. مزبوط. والاحداث كتيره جدا مرت اثناء الموسم، سواء على كل المستويات او على النقط اللي الكابتن وليد اتكلم فيها. نادي الزمالك نادي كبير، وهو المنافس بتاعك اللي بينافسك على معظم البطولات، فدايما المنافس بتاعك لما بتكسبه بيبقى في تفوق نفسي عليه، بيبقى في تفوق معنوي،
الحاجه الثانيه بياخد وقت لحد ما هو ابتدي يفوق ويبتدي يرجع. زائد يعني احنا بنتكلم المنافسه في ماتشات الدوري في الكاس، ما بالك اكبر بطوله في القاره، البطوله اللي بتديك كاس عالم، البطوله اللي بتديك كل الامتيازات. فكان كل ده في حساباتنا، وبنقول للعيبه بنحاول ان احنا نعمل شحن معنوي ونفسي ان احنا مفيش مش شايف حاجه الا البطوله. فاستعدينا المعسكر بشكل كويس. في نقطه ويعني اكيد هنجيلها، بس من اول يوم في المعسكر، من قبل المعسكر كان كابتن الخطيب موجود معانا في كل تفصيله، في كل تمرينه، في كل حاجه. كويس ان انت فتحت الموضوع ده، وبرضه يا وليد لو سمحت شاركنا في الموضوع ده لانه مهم جدا. انت حضرت لما الكابتن ما كانش بيظهر كتير، لانه في فتره انتوا الاثنين حضرتوا، وحضرنا قبل الكابتن هو نائب. نعم حضرنا الكابتن هو نائب. ما انا قصدي كده مع الكابتن حسن. لما كان الكابتن حسن حتى رئيس النادي وكان الكابتن خطيب، هل بتعتقد ان التغييره اللي حصلت دي بسبب عدم وجود جمهوره، ان الكابتن خطيب بيقوم بدور الجمهور التحفيزي، وان انت كوليد وانت كسعد كباتن النادي الاهلي طول عمركم من وانتم صغيرين، سعد ووليد من 11 سنه شايفين الاسطوره ده قدامكم وشايفينه في كل حاجه، شايفينه معاكم في الفندق، شايفينه معاكم هنا، شايفينه معاكم في الملعب، شايفينه معاكم بياكل، شايفينه معاكم بيشرب. هل تغييره حصلت؟ في تغييره حصلت، لكن التغييره دي اعتقد كانت في صالح الفريق بشكل كبير جدا، اللي هو انتوا حضرتوا ان احنا لما ما كناش يعني رئيس النادي ونائب رئيس النادي كنا ممكن نقعد السنه كلها نشوفهم مرتين او ثلاث مرات. دلوقتي الوضع اختلف، احساس الكابتن ان مفيش جمهور، ووجهه نظري معرفش وجهه نظركم في الموضوع ده ايه برضو، ان مفيش جمهور وان كذا، لازم ابقى موجود مع الفرقه، لازم يشوفوني دايما معاهم مع اعضاء مجلس الاداره. احنا كنا لسه انا ووليد بنتكلم في النقطه دي بعد الماتش. كنا في المطار تقريبا او مش فاكر كنا قاعدين، فكنا بنتكلم في النقطه دي، لان زي ما حضرتك بتقول احنا حضرنا بالظبط الكابتن حسن وهو رئيس نادي والكابتن الخطيب معاه، وحضرنا الكابتن الخطيب وهو رئيس المسؤول الاول عن الـ عن الـ عن الكره في النادي. انا ليا وجهه نظر يعني، والكابتن وليد برضو انا بقول ان اول حاجه الكابتن عارف ان الاجيال اختلفت. ايوه يعني الاجيال اختلفت، الجيل القديم كان له صفات معينه، شخصيه معينه، وبعدين كان اعتاد شويه على البطولات وعلى تجميعه البطولات كل موسم خلال افريقيا، كاس، دوري، فالشخصيه اتبنت، الهويه اتبنت، اللي زي ما بيقولوا ايه، انت حطيت اساس هتعرف تمشي عليه كويس جدا. اوكي. زاد ان الملعب برضو ساعتها، واحنا بنحس دي دلوقتي، الملعب فيه 7-8 كباتن مش واحد او اثنين، فانت بتتكلم في 11 الحقيقه كانوا الكبار قالوا يا كابتن، يعني دلوقتي الكبار مفيش الا اثنين، يعني تقريبا اثنين ثلاثه، سعد ووليد بقى لهم سنين كتير، ومعانا كابتن الشناوي وايمن، فبرضه غير الاول كان مجموعه كلها بقالها مع بعض سنين كتير. صح صح. النقطه الثانيه ان الكابتن دلوقتي عارف ان حرصه على وجوده بيدي رساله في كل تفصيله، ان انا متواجد، انا في ظهركم، انا داعم ليكم. في بعض الضغوط هو بيشيلها عن اللعيبه، ان هو بيتحملها، او ان هو بتبقى هو ماتش الهلال لو تفتكر التركيز معاه هو. في ماتشات كتير جدا وجوده معانا فرق في تفاصيل كتير، في دخولك الدوله اللي انت رايحها، في خروجك، في توفير كل سبل الراحه، فالنقط دي كلها كانت مهمه جدا. يعني انا شايف دلوقتي الكابتن كان برضو وجهه نظر ان هو يبني جيل ويبني شخصيه جيل قادره ان هي تمشي على الخطوات اللي الجيل القديم مشي عليها، والحمد لله دي اتحط. وكابتن وليد كان دايما برضو كابتن في موقف كتير جدا كان بياخد باله، كابتن طبعا عنده خبرات كبيره جدا، خبرات عاليه، كان دايما ياخد باله من تفاصيل صغيره، كان بيوصل الرساله من عن طريق مثلا كابتن سيد مدير الكوره، عن طريق شناوي، عن طريق سعد، عن طريق انا، يقول لي خد بالك في حاجه انا شفتها كده في مثلا في المطار، في التدريب، لعيبه حاجه تخص علشان احنا طبعا يعني في حاجه يمكن سعد برضو عارفها، لما كنا في سان داونز وخدنا طيرنا من صن داونز بعد الماتش، طيرنا من جنوب افريقيا لقطر، جه قال لنا حاجه برده ما كانتش في دماغنا خالص، قال احنا دلوقتي في قاره ثانيه، احنا كنا في افريقيا وبقينا في اسيا، طبيعه الجو وطبيعه الرطوبه، اول يوم تمرين، يعني لازم ناخد بالنا من التفاصيل دي كويس. الحاجات دي فرقت معانا كتير جدا، وكمان يعني بتبني ليا ولسعد، ناس كبيره بتزيدوا من خبرات وبتبنينا حاجه كويسه جدا، يعني اللي بيتكلم فيها الكابتن. ودايما كابتن خطيب بياخد باله من حتى التفاصيل في يعني في التدريب، يعني مثلا لو واحد من اللعيبه مثلا عمل حاجه كده ولا كده هو بيتوقعها، ان هو كان طبعا لعيب عالي جدا،
بيقول له انت انا بره توقعت ان انت تعمل كده. ومثلا لو لعبه ثانيه يقول له لو انت عملتها كده يعني. لا دايما كهربا امبارح وهو معايا قال لي نفس الكلمه دي تحديدا على فكره. قال لي مش عارف كان ماتش قطر اللي هو سوبر اعتقد السوبر بتاع عمل والكابتن كان قاعد بره هو وسيد اعتقد فقال له بص هو يا سلام لو كهربا عملها بشماله كده فكهربا قال له هديله مكافاه عشان عملها زي ما انا فنفس الكلام اللي انت بتقوله ده تقريبا فعلا يعني في ماتش النصر انت ثاني يوم الكابتن قابلك جون جبته فقال لك كان لازم تاخدها كده صح فعلا كان ماتش في الكاس كان ماتش الكاس في اسكندريه فعلا الجون اللي انا جبته قال لي كويس ان انت كفيتوش رجلك للارض عشان كده راحت جول عشان كده الفرق كبيره يا سعد يعني انتوا انا النهارده الحقيقه قد ايه الواحد سعيد ومبسوط ان انتوا حضرتوا تغيرات كثيره جدا في النادي الاهلي بتحصل جيل بيبطل وانتوا كنتوا بقى اللي بتشيلوا بقيه الجيل على كتافكم خلي بالك يعني بغض النظر ولكن في النهاية انت جيل خلص انتهى بكل ما فيه بقى بكل ما فيه بمعنى ايه بمعنى ان احنا ما كناش بنشوف رئيس النادي او نائب رئيس النادي غير مرة او مرتين قبل نهائي ونهائي دايما يعني حتى كمان حتى في المعسكرات في البتاع ما كناش بنشوفهم كتير يعني انا اتذكر ماتش الصفاقسي بالمناسبة كابتن قال لنا ايه طلعنا بعد الماتش وكسبنا وفرحانين ومبسطين وبتاع عملوا كابتن حسن وكابتن خطيب عملوا اجتماع وكان معانا مانويل جوزيه قال لنا ايه الكابتن حسن اتكلم والكابتن خطيب ومانويل قال لنا يا جماعه يلا بقى عشان احنا عندنا ماتش حرس الحدود هنسيبكم النهارده انا عمري ما انسى الكلمه دي هنسيبكم النهارده تحتفلوا وتتبسطوا وبتاع وزي الفل من بكره احنا راجعين دي اتقالت لنا في ماتش صن داونز في المطار ده في ماتش صن داونز اللي فات كايزر تشيفز في المطار اتقالت لنا الكابتن ماتش البنك الاهلي يوم الخميس يعني الكابتن قال اقفلوا على لعيبتكم كنت واقف معانا ووليد فاقفلوا على لعيبتكم وعندنا الاجازه كام يوم اللي هترجعوا التمرين امتى المواعيد ايه فعندنا ماتش مهم يوم الخميس مع البنك الاهلي فاحنا استاذننا بس نفرح يومها يومين قلنا له يا كابتن يعني نوعدك ان شاء الله نقفل ونرجع بشكل كويس ودي نقطه برضو الواحد لاحظها مع الكابتن ان دايما قلقان على فرحه الجمهور يعني دايما بيفكر في الناس عايزه تفرح بعد الماتش يا اولاد انتوا الناس سعيده بيكوا جدا احنا فخورين بيكوا فرحه الناس دي بالدنيا فهو دايما كلامه فرحه الناس فرحه الجمهور جمهور النادي الاهلي كبير محتاج ان هو يفرح مستني ان هو يفرح يستاهل ان هو يفرح فهي النقطه دي برده حرصه على فرحه جمهور النادي الاهلي مخليها برده موجود معانا على طول وحريص زي ما وليد قال على كل التفاصيل اللي موجوده وزي ما انت حضرتك قلت بعد الماتش اتكلم معانا على ماتش البنك الاهلي يوم الخميس مباراه مهمه في الدوري اللعيبه اللي راحت الاولمبياد فكان كل التفاصيل دي بيتكلم معاكم بيتكلم فيها عشان تنقلوا بقى انتوا عشان ننقل والحمد لله كابتن برضو اللعيبه وصلت لدرجه كبيره من الوعي دلوقتي ان اللعيبه حريصه على كل حاجه على كل ماتش على كل بطوله فالحمد لله دي برضو حاجه ميزه كويسه ان احنا وصلنا لها دلوقتي اعتقد ان ده دورك يا وليد مع الكابتن يعني طبعا الكابتن دوره الاكبر والاهم في الحاجات اللي هو شايفها وبينقلها لكم عشان تنقلوها للفريق ولكن دوركم ايضا من الواضح ان هو دور كبير جدا لان انا كل ما باجي اسال وانا اسف ان انا هسالك السؤال ده لانه انا عارف اجابته ولكن انا مثلا لما كان معايا موسيماني وكان معايا سيد عبد الحفيظ وكان معايا سامي قمصان وكان معايا وبنسال فخلال الفتره الاخيره اتقال ان وليد لازم او هيعتزل او انت عايز تعتزل فانا الحقيقه كنت ببقى مستغرب ليه لانه لما بسال موسيماني حتى بيني وبينه مش على الهوا واحنا قاعدين فوق بساله قال لي وليد ده وليد ده من الدعائم الرئيسيه والاساسيه في النادي الاهلي قلت له يعني الكلام ده قال لي هم هنا عندكم هو الراجل يعني يقول لك دايما هنا عندكم بيحبوا يتكلموا وبيحبوا يعملوا وبتاع ومش عارف ايه ف قابلت الموضوع ده ازاي يا وليد لان احنا دايما كلنا خلي بالك اتعرضنا للموضوع ده والله يا كابتن انا مش مركز مع الكلام ده خالص يعني انا يعني عارف ان انا لما جددت عقدي جددت سنتين والناس يعني زي ما بقول يعني كانوا اللي انا عايزه اعمله يعني لكن هي اصعب فتره بالنسبه لي كانت ان بعد ما ابتدت الفرقه ما بقاش فيها لعيبه كبيره غير انا وسعد وشناوي والمسؤوليه بقت كبيره جدا للامانه يعني ان الجيل احنا لما جيت النادي دخلت في وسط جيل كبير وبعد الجيل الكبير ما بطل كان في ناس كتيره جدا موجوده من الكبار ما حسيناش بحاجه لكن الفتره دي للامانه كان الموضوع حتى كنت بتكلم انا وسعد الموضوع مسؤوليه كبيره ان الجيل لسه مش عارف حاجات كتير جدا دايما انا وسعد بناخد اللعيبه الصغيره ونتكلم معاها دايما يبقى في تقسيمات مثلا الفرق الاساسيه نقعد نتكلم مع اللعيبه الثانيه ونعرفه السيستم والنظام اللي احنا ماشيين عليه ان لازم تبقى كده لازم تتمرن لازم تستنى الفرصه
يعني لو جات الفرصه وانت مش جاهز هتبعد. النادي الاهلي هنا دايما تفضل انت جاهز جاهز عشان ما تجيلك الفرصه تلعب. شلنا ضغوط كتير جدا من على الجهاز الفني للامانه يعني. لكن بالنسبه لي يا كابتن زي ما قلت لحضرتك وكنت بتكلم انا وسعد ان كان فعلا الفتره اللي فاتت دي قبل البطوله التاسعه والعشره كان بالنسبه لي كان موضوع صعب يعني. الموضوع كان تقيل جدا، مسؤوليه تقيله، تحدي. المسؤوليه كانت تقيله جدا بامانه يعني. نعم. لكن انت ما بتفكرش في الموضوع ده ولا من قريب ولا من بعيد يعني، لانه عايزين نقفل الموضوع ده بقى ونخليك تركز في الايه؟ في اللي جاي، لان اللي جاي صعب. خلي بالك ما هي دي مشكله يعني. حتى سعد بيقول لك واحنا نازلين بالمطار قال لكم عندكم ماتش يوم الخميس. ما هو اللعيبه، في لعيبه تيجي تكلمها بتزعل ان هي مش واخده على كده، عايزه تفرح، عايز يحس بنفسه انا في النادي الاهلي واخد بطوله. قلت له لا، هنا في النادي الاهلي المسؤوليه كبيره جدا ان انا بفرح النهارده وبقفل ده. اعرف افصل بالظبط عشان عندي بطوله ثانيه. ان زي ما قال لنا طبعا الكابتن كان دايما يقول لنا في المحاضرات اللي انا اخدته دلوقتي خلاص بقى في الدولاب خلاص. تاريخ. احنا عايزين في اللي جاي. ده دايما ده في بعض اوقات بيسبب، مش عايز اقول ضغوط على اللعيبه ان لسه ما شافتش الاجواء دي، لكن للامانه يعني الاستجابه بتبقى بسرعه من اللعيبه. اللعيبه عايزه تعمل لنفسها، حتى منهم قفشه يقول لي انا عايز ابقى زي اي حد فيكم، زي اللعيبه الكبيره اللي بطلت، عايز يبقى ليا رصيد كبير في النادي. الناس ابتدت تستجيب للكلام ده كويس جدا يعني للامانه يعني. بتتكلم ازاي يا سعد مع اللعيبه؟ انت عارف دماغ كل واحد وبتتكلم معاهم ازاي؟ والله يا كابتن احنا يعني في ادوار ما بيننا كشناوي وكوليد وكسعد، في ادوار ما بيننا ان كل واحد بيبقى له دخله معينه. ممكن في لعيب معين وليد ما يكلموش يعني، ممكن وليد يجي يقول لك سعد كلم اسلام مثلا. لازم يعني كتير. الشناوي كلم انت فلان، هتعرف توصل له اكتر، هتعرف الناس ممكن في اوقات ما تحسش ان انت واخدين الطبع ان انت عشان لو في ضحك او في هزار او في فمش واخد انطباع ان انت ممكن تتكلم بجد او فوليد بقى هو اللي معاشرك فعارف الشخصيه عامله ازاي. الشناوي معاشرك فعارف الشخصيه عامله ازاي. فالحمد لله النقطه اللي وليد قالها ان احنا كنا محظوظين، تعاملنا مع جيل كبير وجيل اثر في تاريخ النادي الاهلي واثر في تاريخ مصر كله، شربنا منهم حاجات كتير جدا. ميزه النادي الاهلي ان النادي الاهلي دايما كل جيل بياخد من اللي قبله وبيبني عليه، بياخد ويبني عليه. فاللي احنا اتعلمناه واللي احنا خدناه هو ده اللي انت بتبتدي تنقله للعيبه. فبنوزع الادوار من خلال، انا في نقطه ممكن اتكلم فيها مع لعيب معين ممكن يكون في حاجه انا مش واخد بالي منها، فوليد احنا النقطه دي ما اتكلمناش فيها، التفصيله دي ما اتكلمناش فيها. محاضرات يعني؟ لازم محاضرات ولا كل واحد فردي؟ لا لازم محاضرات. أوكي. قبل الماتشات المهمه، قبل الماتشات المهمه. لازم محاضرات. أوكي. ولازم محاضرات جماعيه كله يعني، لازم كله كباتن الفرقه واللعيبه كلها. أوكي. ده لازم قبل كل ماتش، في زي ما بيقولوا تعليمات احنا بنبقى ماشيين عليها يعني. يعني مثلا من ضمنها قبل اي ماتش مهم ممنوع التعامل مع السوشيال ميديا خالص. أوكي. الخاصه بكل لعيب. يعني انا ما ينفعش اطلع انا اسلام مثلا، ما ينفعش اطلع اصور نفسي واقول ان انا كذا، او انزل صوره او تنزل صوره عاديه او اي حاجه. ممنوع. ده بينكم وبين بعض، ملهاش علاقه بكابتن سعد. لا ده بيننا وبين بعض يعني، بيننا وبين بعض ممنوع اي حد ينزل حاجه على السوشيال ميديا قبل اي ماتش مهم على الاقل بثلاث ايام. تمام. يعني دي قواعد كباتن الفريق اللي حاطينها. بالظبط. كويس جدا. فدي من ضمن الحاجات اللي احنا بنتكلم فيها. مثلا في المعسكرات، في السفر، في حاجات احنا حاطينها بنمشي عليها، سواء في لبس، في اكل، في شرب، في تعليمات. دي حاجات اللعيبه هي اللي حطاها يعني، غير مثلا النظام اللي الكابتن سيد حطه. فده بنمشي عليه. النقطه بقى ان انت دلوقتي عندك لعيبه كتير السنتين اللي فاتوا اول مره ينضموا للنادي الاهلي. كان في عدد كبير. وبعدين عندك نماذج مختلفه من اللعيبه. اوكي. افكار مختلفه من اللعيبه، شخصيات مختلفه من اللعيبه. فعلشان تسيطر على المجموعه دي وعلشان تكون فرقه تاخد بطوله افريقيا، ده مش بالسهل خالص. طبعا رقم واحد اللي عمل ده اداره الكره في النادي الاهلي متمثله في الكابتن الخطيب والكابتن سيد للامانه، ان انت وفرت لعيبه كتير كويسه، لعيبه كتير عندها يعني زي ما بيقولوا فنيات كبيره وعاليه اضافت للفرقه مع المجموعه القديمه. فقدرنا الحمد لله ان احنا توصل لتشكيله كويسه ولتغييره كويسه والقوام تستخدمه اثناء الموسم بشكل كويس. فهو ده اللي فرق السنتين اللي فاتوا مع الفرقه. فالحمد لله يعني. اهم حاجه كابتن اسلام في نقطه برضو الكباتن للامانه يعني، ان يبقى في حب ما بينهم وفي اخلاص للمكان. دي اهم نقطه انا بشوفها. فمن اول يوم لما خلاص بقينا احنا الكباتن سواء الشناوي او سعد او وليد،
يمكن قعدنا وليد يفتكر القعده دي. انتوا الثلاثه بس؟ احنا الثلاثه بس. اوكي. احنا علينا مسؤوليه كبيره جدا، علينا حمل كبير السنه الجايه وتحدي كبير السنه الجايه. اكبر تحدي بالنسبه لنا هنقابله هو تحدي اوضه اللبس. يعني دي كانت اهم حاجه بالنسبه لنا 100%. لعيبه النادي الاهلي عندها فنيات وعندها خبرات وعندها كوره تمتع الناس كلها، بس اهم حاجه اوضه اللبس، اهم حاجه ان اللعيبه دي عندها انكار ذات، اهم حاجه ان اللعيبه دي تفكر في بطوله افريقيا. احنا ترتيبنا للشناوي رقم واحد وايمن اشرف وسعد ووليد. اتكلمنا مع الشناوي، احنا السبورت بتاعك، احنا السند بتاعك، احنا هدفنا كلنا واحد بغض النظر عن الارقام او كذا او مين الاول مين التاني، بس انت كابتن الفريق. بس انت كابتن الفريق. لكن انا كسعد ده اللي اتربيت عليه برضو، ان وليد سليمان اكبر مني سنا، اكبرنا سنا في النادي الاهلي، بنعتبره في بعض الاوقات كتير ان هو كابتن الفريق. أوكي. كاحترام وكتقدير وكتواجد، لان وليد بالنسبه لنا قيمه كبيره جدا في النادي الاهلي ونجم كبير، سواء هو جوه النادي او قبل ما يجي للنادي الاهلي طبعا. فوليد من النجوم اللي كان كل سنه النادي الاهلي او احنا كلاعيبه كان نفسنا وليد سليمان يبقى موجود. لكن بغض النظر على ادميه سعد ادم ايمن ادم الشناوي، لكن في ترتيب برضه. يعني في ترتيب طبعا، لكن لازم. احنا طول عمرنا لكن في الاخر كابتن وليد سنه اكبر، مقامه اكبر بالنسبه لنا طبعا، وهو يعرف ده كويس. فده كان بالنسبه لنا في حته ثانيه. فاشتغلنا على الاساس ده والحب والاخلاص اللي كان موجود وانكار الذات، وابتدينا بقى مشوار كبير جدا رقم واحد. وده مش كلامها كابتن اسلام شعارات او كلام ان احنا في قنوات النادي او حاجه، هو الهدف طول عمر النادي الاهلي، ما الناس اللي فيه بتحب النادي وعايزه النادي يبقى رقم واحد، النادي هيفضل رقم واحد. لو الناس اللي موجوده ما حبتش المكان او ما اخلصتش ليه، عمر ما النادي هيحقق النجاحات دي. انت كنت معايا في فتره من سنتين اعتقد او حاجه كده لما كنا مع بعض هنا، كنت عامل عمليه تقريبا. كنت عامل عمليه وقلت لي ان في بعض، انت طلعت قلت هذا الكلام، قلت ان في بعض الامور ما كانتش مظبوطه عشان كده ما كناش بناخد بطولات في الوقت ده. وليد طيب الغيره، ما هو انا هقعد بقى ابص لوليد وابص لسعد وابص بتحصل اكيد، لان احنا كلنا لعيبه كوره. ما انا بقول لحضرتك يا كابتن اسلام، في بتعدي الحاجات دي ازاي؟ هكملها بس لسعد للامانه، يعني تحسب لسعد ان لما قعدنا واتكلمنا مع بعض وابتدينا نتكلم مع اللعيبه، سعد قال لهم لازم يكون في انكار ذات، يعني واحد مثلا زي وليد سليمان ما بيلعبش، واحد زي انا ما بلعبش، بكون مبسوط، بحاول انقل ده للعيب الصغير ان انا راجل ما بلعبش، يعني الاول والاخر القرار للمدير الفني طبعا، ما بعملش جو وحش للفرقه، لازم تكون مبسوط. الناس الكبيره اللي في الفرقه، يعني بصراحه سعد اللي قالها في في في, في المحاضره لما كنا قاعدين مع بعض، في اول محاضره قعدنا مع اللعيبه، قال لهم لازم يكون في انكار ذات عشان الفرقه دي تنجح، ولازم نبص للناس الكبيره، الناس الكبيره ما بتلعبش وبتبقى مبسوطه في ظهر اللعيبه. وحاجه كمان تحسب لسعد للامانه، لما رجعنا قبل ما نسافر كاس العالم كنت انا مصاب يا كابتن لو تفتكر، كان صلاح محسن يعني زعلان شويه ان ما بيلعبش وواخد جنب، انا يعني بقول بالاسم عشان دي حاجه كانت قدامي، واكرم توفيق. اوكي. سعد قعد معاهم وجه قال لي تعالى نقعد معاهم تاني ونكلمهم ان هتجيلهم الفرصه وتلعبوا. صراحه كان عايز يخرج اعاره. كان طلب انه يخرج، طلب انه يخرج اعاره قبل كاس العالم، قبل القايمه يمكن باسبوع ولا حاجه. ابتدوا يسمعوا لنا، والامانه كان سعد اتكلم معاهم عشان سعد دايما اللي هم القريبين من القريبين من اللي هم اكرم وصلاح. وبصراحه للامانه الولد صلاح بعد ما عرف ان احنا مسافرين جه شكر سعد قدامه وشكر، قال لي يا كابتن كويس ان انتوا كلمتونا، بشكركم انتوا وقفتوا جنبي طبعا. والراجل ابتدى يسمعني، والراجل بعد ما كان انا كان هو حاسس ان الراجل واخد جاب منه، قلت له يا صلاح مفيش كده، المدرب لما بيشوف حد كويس استحاله مفيش حب كر، هتلعب يا ابني وهتجيلك الفرصه. وفعلا جه شكرني وشكر سعد، وصلاح دلوقتي من واكرم الفرقه، واكرم طبعا ما شاء الله تبارك الله، يعني بسم الله ما شاء الله، يعني الاثنين عاملين شغل رائع جدا. مين تاني يا سعد؟ اكرم له موقف خاص. اتفضل. يعني هو كابتن وليد قال بقى الاسامي، ف يعني اكرم له موقف خاص في يوم ماتش، انت كنت في الماتش يوم ماتش النهضه البركان، اللي هو نهائي السوبر. نهائي السوبر. صلاح محسن من اللعيبه المهمه جدا طبعا. جدا، ومن احسن المهاجمين اللي الواحد شافهم في السنين الاخيره، عنده امكانيات رهيبه. كان وليد بيقعد يكلمه في حاجات معينه في التمرين، فعنده امكانيات رهيبه، قوه سرعه مهاره دماغه برجله، صغير من الصفقات فعلا كانت مهمه جدا. هو صلاح يعني شخصيته طيب غلبان، فمحتاج معامله معينه، وهو من النوعيه اللي ما ينفعش تقول لها معلومات كتير،
يعني انا عايز منك واحد بس. واحد يعني الكوتش مثلا بيحب يحفظ كتير، فانا مثلا كنت مع الكوتش مره قلت له كوتش يعني ما تقولوش واحد اثنين ثلاثة أربعة، اديني النهارده واحد وبكره اثنين بكره اثنين ده لو ده لو حفظ واحد يعني للدرجه دي. فهو صلاح محتاج محتاج المعامله، هيديك هيديك انتاج كويس جدا. فهو كان شايف ان هو بعيد، فانا عايز اخرج. قلت له هتخرج ليه؟ هتخرج علشان تقول ان انا لعيب كويس او ان انا جدير ان انا ابقى موجود في النادي الاهلي. طب ما انت موجود في النادي الاهلي. ايوه. فالتعب اللي هتتعبه بره والحرب اللي هتحاربها بره هتموت نفسك بره، موت نفسك هنا في التمرين. حاجه الثانيه، احنا شهر واحد، هم الموسم فاضل له 5 شهور، اتعب فيهم وشوف نفسك اخر الموسم هتوصل لفين. بس اوعى تسيب النادي الاهلي. اوعى تسيب النادي الاهلي، انت لسه جاي من اعاره، اوعى تسيب النادي، اصبر ولسه الماتشات كتيره جدا جدا جدا. بس وابتدى صلاح يشتغل، ابتدى يتمرن، وطبعا دورنا سواء انا او وليد او شناوي، الامانه برضو شناوي له دور كبير في التواصل طبعاً مع الكوتش، لان شناوي برضو لما نجيله له ادوار كبيره جدا يعني في الفرقه بيعملها الامانه كقائد وككابتن. اتكلم مع الراجل ان برضو صلاح بتحاول انت توصل له معلومه معينه، حاجه معينه هو ممكن ما يكونش عارفها قوي. دي حاجه. الحاجه الثانيه اكرم، الموقف ده كان بالنسبه لي صعب، لان يوم ماتش نهضة البركان اكرم كان خارج التشكيل. اوكي. خارج ال 18 يعني؟ خارج ال 18 كلهم. اكرم يعني غير ان هو من ارجل اللعيبه اللي في مصر، دي حقيقه، هو من اقوى اللعيبه اللي في مصر ومن احسن اللعيبه اللي في مصر في المكان، وكان نص الملعب يعني. وهو له معزه خاصه عندنا كلنا يعني. هو لعيب ملتزم جدا ولاعب مخلص جدا وملتزم جوه الملعب وبره الملعب، يعني راجل راجل لاقصى درجه يعني. فاكرم كان خارج التشكيل وانا واقف مع اللعيبه اللي بره بنحاول ان احنا نبعد المجموعه اللي بره علشان خاطر الفرقه تركز في الاوضه، نلبس بيعمل الراجل بيقول معلومه او حاجه. فاكرم جه انا ماشي جنبه فلقيته قام هو يعني خدني بالحضن وعمال يعيط منهار عياط من كتر ما هو زعلان، كان نفسه يبقى موجود في الماتش فمنهار. انا يومها قلت له انت هتبقى احسن لعيب في الفرقه دي وهتكسر الدنيا. قلت له اوعى تزعل، لسه بدري ولسه الموسم طويل ولسه اللي جاي اهم واصعب. فاكرم اصبر وما تزعلش ومعلش لسه. ده بعد بقى اتقال التشكيل وبعد كل حاجه خلاص. ماتش هو قلبه مع الفرقه لا طبعا طبعا يعني نفسه يبقى موجود، عايز يبقى موجود، نفسه يبقى موجود. على فكره ده كل لعيبه الكوره كده بيحسوا. بس هو يمكن عنده بس يومها انا قلت له الكلام فعلا، انا بقوله انا مقتنع بيه. بس هو محتاج فرصه، فالفرصه غير كده كابتن اسلام الفرقه بتكسب وماشيه وفي توليفه معينه الراجل مستقر عليها والدنيا الامور مستقره يعني. في لعيبه حتى انا ببقى هموت ونفسي العب طبعا، وليد هيموت ونفسه يلعب. انا لسه كنت هقول لك بقى المشكله ان اكرم بس كان زعلان، في زعل يعني اكيد نفسي العب، مش راضي يعني. بالظبط مش راضي بالقعده يعني، مفيش حد بس كده. مش هتولع في الراجل والفرقه يعني عشان خاطر مصلحته. سعد هو عياط اكرم، انا اتكلمت معاه بعد الماتش بيقول لي يا كابتن انا حاسس ان انا بتعب جامد في التدريب، والامانه من احسن الناس اللي بتمرنه مرن جامد جدا. بيقول لي انا حاسس ان انا بتمرن بس انا حاسس ان الراجل مش باصص لي يعني. ولا قلت له انت هتلعب زي ما قال لك سعد، هتلعب والله فرصتك هتيجي، وطول ما انت بتعمل كده وجاهز لما تتحط وتاخد فرصتك هتثبت، لكن انت لو ريحت وما اتمرنتش كويس هتبقى بعيد جدا يا اكرم، انت خليك زي ما انت. قال لي ما انا صعبان عليا نفسي وبتاع. قلت له لا، طول ما انت بتتمرن كويس وجاهز زي ما انت بتقول انت بتتعب، ربنا هيديك ولما تيجي الفرصه هتلاقي نفسك انت اللي راكب وبتلعب. وربنا كرمه عشان هو فعلا بيتمرن كويس جدا وكان جاهز للفرصه. بسم الله ما شاء الله، اساسي ما شاء الله، 4 5 6 ماتشات حاجه. حاجه بكرايت كمان. ما هو البكرايت دي اصلا يعني مقربه. يمكن احنا اتكلمنا مع الراجل برضو الشناوي ووليد وانا، ان في اوقات الراجل مركز مع المجموعه اللي بتلعب ومشغول بالبطولات وبالماتشات، فممكن انت اوقات تقول له ايه، كلم اكرم، كلم اكرم نفسيا يحسسه ان هو دوره قريب، ان هو جاي هنحتاجه في اي وقت، ماتشات كتير، وبعدين هاني لوحده في الحته دي فمحتاجين يبقى معاه حد. فاكرم كان نفسه يلعب في نص الملعب، قلت له الراجل لو قال لك اقف جون اقف، انزل الملعب، انزل الملعب. فاول ماتش بركات بركات بركات. انا مره جالي برد فالراجل قال له هتلعب، هو انا عارف ان هو ما بيحبش يلعب، ما بيحبش يبص للبكرايت، فبقول له قال لي هلعب يا نجم ان شاء الله يا رب تعال. انا هلعب يا نجم، قلت له هتلاقي وانا تعبان قال لي هلعب يا نجم، ما لو حطني ورا الجون انا على حد ادوس. انت عارف لعب اول ماتش الترجي، الترجي يعني سبحان الله يعني. انا قلت له افتكر الحزن اللي انت كنت فيه، ربنا يكرمك بقى قبل النهائي، والترجي هناك، الترجي هنا،
ماتش اربع ماتشات الدوري ماتشات الدوري كلها، وكل ماتش يبقى من احسن، يبقى من احسن 2 3 في الماتش. فتح الماتش كايزر تشيفز ولحد الماتش النهائي عمل اسيست عمل الاسيست يمكن اكرم طرد الواد هو اللي والطرد. هو اللي عمله بالظبط والماتش وماتش الترجي كان هو وحمدي فتحي للامانه. رجوع حمدي من الاصابه مع اكرم كانوا افضل 2 في المباراه ورجع ويعني كان من اهم اسباب فوزنا بالبطوله يعني. فالحمد لله كابتن اسلام يعني هو زي ما الكابتن وليد قال لك انت اهم حاجه النادي الاهلي طبعا، اهم حاجه الفرقه تكسب وبتشيل الكاس، وفي الاول في الاخر هي ما بتتحسبش للعيب واحد او اثنين او ثلاثه، فرقه النادي الاهلي كلها. طيب خلينا نروح للسوشيال ميديا ونشوف برضو راي الناس في اللي حضراتكم بتقولوا. دكتور وائل بيقول حلقه النهارده يا كابتن اسلام تصلح ان تكون ماده تدرس للاعيبه مصر كلهم علشان يعلى عندهم معاني الوفاء والانتماء. صفاء محمد بتقول نورتوا بيتكم يا ابطال، انتم روح الفريق. فكري بيقول مساء الفل يا كابتن اسلام، اتمنى انت التويته بتاعتي ممكن تخلي سعد يدينا واحده على الهوا كده على اغنيه وخدنا العشرة. فكري طبعا فكري محمد عارفه طبعا عارفه مش عارف ايه خدنا العشرة مش عارف طيب قول لي يا فكري بس عارف فكري يعني عارف فكري بس بس ما شفتش انا قلت يمكن في سين بينكم ولا حاجه لا فيش فكري بتاعنا فكري ناصر كفافي بيقول احنا فخورين بيكم جدا ابطال الاهلي، مفيش فرق بين لعيب اساسي واحتياطي، الروح دي سر الانتصارات. جمال كل سنه طيب والف خير كابتن اسلام كابتن وليد، شكرا بحبكم في الله. كلمه للحاوي عايزينك منور دايما وسطنا، وجودكم مهم جدا في الفريق، دعم الشباب الصاعد، يعني كلام كتير جدا. سؤال، انا سمعت ان اخصائي التغذيه بيتكلم عن المكملات الغذائيه للاعيب الفريق، هل زاد اهتمام الافراد بالجانب البدني بعد الاحتكاك بفرق زي بايرن وروما؟ مكملات غذائيه او حاجه ولا اعتقد احنا كلنا طول عمرنا بناخد الحاجات يعني الحاجات دي اللي كان زعلان من الاكل. لا للامانه الحاجات دي مفيده جدا. لا الحاجات دي مفيده جدا بامانه يا كابتن، يعني للامانه الناس المسؤولين على الحته دي في النادي اللي كان دكتور عبد الرحمن ولا مع الدكتور ابو عبله والجهاز الطبي كله يعني لما بيشوفوا حاجه زي كده بيهتموا بيها جدا. وكل لعيب يعني انا اتذكر من بعد احداث كورونا كابتن رجعنا تدريبات كان قبل التسعة اتعمل لنا برنامج لكل اللعيبه للامانه، وده اللي فرق معانا جدا للامانه يعني. اتعمل لكم برنامج غذائي اوكي. كابتن وليد ده حسين محمد بيقول لك مين اكتر مدرب اضاف لوليد سليمان؟ والله كلهم يا كابتن، انا اي مدرب اتمرنت معاه بيضيف لي وباخد منه احلى حاجه يعني. احنا عايزين اجابه. تعالى سعد اقعد هنا والنبي عشان خاطري بقى، مش افضل مدرب، انا عايز افكك شويه عشان لا والله الامانه اقول انا قول انت مانويل جوزيه كابتن حسام البدري صح. طيب ما تقول مانويل جوزيه على فكره ما لا بس الحقيقه يا كابتن والله وحياتك انت كنت لعيب كبير ونجم كبير، ان كل المدربين لازم انت تستفاد منهم ليهم كل واحد وليه التكه بتاعته. كابتن محسن صالح كان دايما يقول لنا اللقطه الاخيره صح. اللقطة الأخيرة دي اللي هو إيه، ترفع أوفر مثلا في آخر ماتش تجيب جون رقصة رئيسة حلوة فالناس تفتكر اللقطة الأخيرة. ربنا يديله الصحة. إيهاب بيقول اللهم بارك، دول اللي يتقال عليهم كباتن الأهلي بجد. خالد أيمن بيقول منور يا كابتن إسلام، أنت وسعد والحاوي أوعى تعتزل أبدا يا حاوي، ده لسه قدامك بدري. على فكرة أنت كام سنة يا وليد؟ 36 يعني قدامك سنتين أنا ما أعرفش وجهة نظري إن شاء الله كده. أصل أنت بسم الله ما شاء الله جسمك يعني ممكن يكون مثلا ايه مفيش عضل كتير، فانت مش محتاج اعتقد ان انت تبقى يعني كله عضل مفيش عضل. لا الحمد لله كابتن والله بتمرن كويس، سعد عارف بنام بدري. لا هو في نقطه بس بدون قطع كلام وليد، هو وليد يا كابتن اسلام لحد ما اتصاب هو بيلعب، ما هو بيلعب ايوه ما انا عشان يعني لحد ما الاصابه جات له هو بيلعب وبيشارك كل مباراه موجود. وللامانه برده مش عشان وليد موجود، وليد اول لاعب بيجي النادي كل يوم، وليد اول لاعب بيجي النادي. يمكن انا في اوقات بقعد ايه اتخانق معاه، احنا بنعدي على بعض، لا انا بعدي عليه وهو بيعدي عليا، فالتمرين التجمع في نادي الساعه 4، فاحنا مثلا يعني الطبيعي بنروح 2 انا وهو، بنروح قبل التجمع بساعتين حلو، ساعه ونص بدري ده قبل التجمع ده قبل التجمع يعني التمرين هيبدا 5، انتوا التجمع 4 فانتوا بتروحوا 2 فمثلا بعدي عليه، فاليوم اللي هو هيعدي عليا فيه الظهر جدا 12 يلا نروح النادي، ايوه في ولاد هنقعد معاهم، ولادنا وفي اسره
بالظبط. نادي الساعه 12 نعمل ايه؟ هنقابل عم سيد عواد وميك هنقعد معاهم ماشي بس وهنشرب الشاي وهنعمل كل حاجه وبعدين والليمون باللبن وكل ده. فوليد ملتزم جدا في موضوع التمرين وحافظ على وزنه الجيم بسم الله ما شاء الله يعني. الحاجات دي كلها للامانه. فهو وليد من الناس اللي خلاص عشان هو اتاسس على كده وتعود على كده فمحافظ على ده على طول. ايوه. فلسه عبده شحراوي هترجع تاني امتى يا كابتن وليد؟ انت دلوقتي اعتقد يا وليد تمام. انا ان شاء الله اسبوعين وهتمرن مع الفرقه باذن الله. انت دلوقتي بتمرن لوحدك؟ في الجيم بدات تقويات وبدات جري. جريت ولا لسه؟ بدات جري واحنا في المغرب. طيب كويس جدا. هاني عمار بيقول بحبك يا حاوي سعد سمير الدم الخفيف بالتوفيق ان شاء الله. على فكره سعد سمير دمه خفيف وكل حاجه بس دايما سعد بيفكرني وانا بقول له الكلام ده ببركات مثلا. يعني بركات ناس كتيره جدا لما شافت بركات مسك مدير الكرة في منتخب مصر. فكل ما حد يجي يسالني يقول لي هو بركات قلت لهم بركات هينجح نجاح باهر في المكان ده لان بركات بيعرف يفصل كويس جدا جدا ما بين التهريج والهزار. هو طبيعته كده. هو طبيعته يقعد يهزر ويضحك وبتاع ولكن لما بيقلب الوش الجد بيبقى وش جد بحق وحقيقي. فاعتقد ان سعد كده يعني هو مدينا الوش الجد النهارده كله وانا موافق. انا مش لا خالص والله بس هو لا والله كابتن اسلام دي حقيقه والله بجد يعني. سعد الناس واخده فكره ان هو بيهزر. لا هو دايما سعد يعني لما يهزر انا احنا كلنا بنهزر. ما انا بهزر عيب ولا ايه؟ والله يعني من اكتر الناس اللي بتهزر. ايوه انا عشان كده الناس شافتني بهزر. يعني ممكن اقول لك على لعيبه يعني مش بيهزروا بيتشقلبوا بس ما بيبانوش لكن بس كله بان بقى في الفيديو اللي احنا ورناه مثلا. كل الناس بان. لا والله على وليد يا كابتن والله العظيم للامانه سعد من النوعيه اللي هو بتحمل مسؤوليه جامد جدا وعنده انكار ذات غير طبيعي. كل ده وليد انا عارفه مش من دلوقتي. لا الناس فاكره ان هو بقول لك ايه. بركات كان دايما بيبقى احسن واحد في الماتشات النهائيه لما بيلعب في الماتشات اللي قبل النهائيه. في الماتشات الكبيره كلها بتلاقي بركات ده. وبعدين ايه احنا ممكن واحنا نازلين الملعب ما انت فاهم احنا كنا بنبقى نازلين الملعب مثلا ها لما يفك لك الرباط يعملك اي حاجه من الحاجات. فيعني يزقك يعملك بتاع. انت خلصت عليه في 2006 مثلا. انا اللي خلصت عليه في نهايه 2006. يا راجل اسكت. لا ده اقول لك حاجه. هو والله. اللي مخلص عليا 90 سنه حاجه وخلص على الكابتن اسلام في ماتش بتروجيت في السويس. لما كانت كان وليد تغير. بيلعب عليا كان وليد انا واسامه كان 3 4 بيلعبوا عليا لوحدي. اسامه رجب واسامه محمد. لا اسامه حسن اسامه محمد الباك ليفت. فكان وليد واسامه ومحمود عبد الحكيم. فالثلاثه عليا انا لوحدي وهو بيلعب ما بيرجعش. كان لسه راجع من اصابه. فالراجل ايه مانويل قال له خليك انت واقف قدام. فوقف قدام وانا ايه سايبني انا بقى انا على وليد سليمان بقى. وليد سليمان محمود عبد الحكيم واسامه محمد. اسامه محمد لوحده يعني تمام جدا طبعا. فانا اروح لاسامه الاقي وليد في ظهري. اروح اللي مش عارف ايه بطلني بساعد. محدش كان بيغطيك؟ لا محدش. كانت ايام. خلاص يا كابتن اسامه. هقول حاجه ثانيه. صلاح العربي بيقول فعلا بطولات الاهلي مش من فراغ. لما الواحد بيشوف الروح الجميله دي وكباتن كبار زي الكابتن وليد وكابتن سعد. وعايز اسال كابتن سعد وكابتن بعد الاعتزال بتفكروا في التدريب ولا في الاعلام؟ لسه بدري يا صلاح ولا ماشي؟ يعني ايه رايك يا سعد؟ انت لسه بدري والله لسه ما فيش فكرتش في الكلام ده. لا خالص انا مفكر وليد. لا خالص والله يا كابتن بيجي وقتها. يارا ناظم بتقول يا كابتن اسلام فك كابتن سعد شويه ايه سبب الهدوء العجيب ده؟ مش عارف ما عنديش فكره. ما هو موجود اهو. ما اعرفش. احمد مساء الخير يا كابتن اسلام. في نقطه عاوز اتكلم فيها مع سعد بخصوص فرحته بعد كل بطوله. جميل جدا اللي هو بيعمله ده. تمام مبروك يا رجالتنا دايما رافعين راسنا. هنكمل ابعتوا لنا في هاشتاج الحاوي وسمير مع الشاطر. هاخد كل الاسئله. عايز اسئله بقى من الاسئله الثقيله دي عشان الكابتن وليد والكابتن سعد يقدروا يردوا عليكم في كل الاسئله القادمه. خلينا نطلع فاصل وبعد هذا الفاصل هنرجع نكمل مع كابتن وليد سليمان وكابتن سعد سمير. اهلا وسهلا بحضراتكم مره اخرى اعزائي المشاهدين. في العيد بتعمل ايه يا وليد؟ يعني احنا بكره عيد وهتعمل ايه؟ يعني انا عارف ان انا النهارده قطعت الاجازه بس هتعمل ايه بكره؟ جيب بومب. لا كابتن زي كل الناس طبعا انا بسافر البلد وبقعد مع اهلي وبنذبح زي كل سنه يعني. هتسافر وتذبح. هتسافر النهارده بعد ما نخلص ان شاء الله. ان شاء الله وتسافر وتذبح مع اهلك ايه؟ لا مش هيسافر ولا حاجه طبعا. لا انت هتعمل ايه؟ لا مسافر. انا مسافر بعد الحلقه على طول على بنها. فهبح بقى ان شاء الله بكره. بس بكره عندنا تمرين ف بكره التمرين بالليل. هتذبح الصبح وخلاص. هنذبح الصبح ونملك شويه وتيجي على التمرين. هنرجع انا والولاد بقى.
ربنا يكرم ان شاء الله النهارده. وبمناسبه عيد الاضحى، كابتن محمود الخطيب رئيس مجلس اداره النادي الاهلي قال كلمه لجمهور النادي الاهلي لتهنئتهم بعيد الاضحى المبارك. خلينا نطلع نشوف هذه الكلمه ونرجع نكمل مع كابتن وليد سليمان وكابتن سعد سمير. بسم الله الرحمن الرحيم. كل سنة وحضراتكم بخير وسعادة، وعيد أضحى مبارك عليكم وعلى كل الأمة العربية والإسلامية وعلى مصرنا الغالية، وربنا يديم الخير والسلام ودايما بلدنا في تقدم وازدهار وعناية ربنا يعني قبل كل شيء. ظهوري النهاردة حقيقة واجب، أيوة واجب، واجب تجاه كل من يستحق الشكر. من لم يشكر الناس لم يشكر الله. الحقيقة شكر واجب لكل راجل من رجالة الأهلي، من لاعبين وأجهزة فنية وإدارية وطبية، من أكبرهم لأصغرهم، رجالة بجد تحملوا مسؤولية في ظروف صعبة جدا ووعدوا فأوفوا، والحمد لله أسعدوا كل جماهيرنا الوفية وكمان أسعدونا معاهم. الحقيقة كمان عايز أشكر كل فرد من الجماهير، جماهير الأهلي اللي دايما واقفين في ظهرنا، اللي بيساندونا، اللي بيشجعوا ويدعموا، اللي حتى في نقدهم بتكون مصلحة الكيان هي الهدف. الجماهير دي هي اللي تستاهل نتعب علشانها، وكمان تستاهل نضحي علشانها. الجماهير اللي تلاقيها معاك يعني على المرة قبل الحلوة، الجماهير اللي تقولك حاسين بيك، حاسين بيك وعارفين انك قد اي تحدي علشان انت الاهلي. لو لفيت الدنيا كلها هتلاقي فين زي جمهور الاهلي؟ اعتقد يعني ده شيء مستحيل. في الحقيقة برضو النهاردة بقول للجمهور ده ألف شكر، بقول للجمهور ده على مدار أكتر من 114 سنة أنت السند وأنت الشريك في كل بطولة وفي كل انتصار. أنا ما كنتش هطلع أتكلم النهاردة، بس كنت كل اللي بفكر فيه بعد الفوز يعني على طول بعد الفوز بالبطولة أو بالبطولة العشرة هو إزاي أشكر ربنا سبحانه وتعالى صاحب الفضل. الحقيقة أنا معلينا نعمة كبيرة جدا جدا وكرمنا كرم كبير جدا جدا، لكن كان لازم أطلع أتكلم بعد ما وصل لنا مشاعر الناس وإحساسها الكبير بينا. كل الناس اللي سندتنا ودعمتنا سواء قبل الفوز بالبطولة وأثناءها أو بعد ما ربنا أنعم علينا بيها. كمان بشكر بلدنا مصر اللي خيرها علينا كلنا بعد ربنا. بنشكر مؤسساتها الوطنية وقيادتها وعلى رأسها السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي وكل أجهزة الدولة على مساندتهم الحقيقة للأندية وخاصة اللي بتمثل مصر في البطولات الخارجية. واللي فعلا مش هقدر او فيه حقه من الشكر هو جمهورنا الوفي اللي دايما بيدفعنا اللي قدام، اللي دايما بيشجعنا، اللي دايما بيقوينا وقت الصعب. هفضل اقول طبعا بعد ربنا سبحانه وتعالى الجمهور ده هو الظهر وهو السند. الشكر كمان لمجلس الإدارة، كل زميل قايم بدوره على اكمل وجه، كل واحد واضع مصلحة الأهلي واسم الأهلي قبل أي شيء وفي المقام الأول. بشكر لجنة التخطيط كل أفرادهم، كل أفرادها الحاليين والسابقين، كل منظومة العمل في النادي، الإدارة التنفيذية، القطاعات الرياضية، جميع العاملين في النادي. مش عايز أنسى حد الحقيقة، بس فعلا كلهم يستحقوا الشكر والتقدير على مساندتهم وعلى كل واحد بيقوم بدوره
لرفعت او رفعت اسم النادي الاهلي. والاعلام شكرا لكل اعلامي يدرك مسؤوليه الكلمه. شكرا للاعلام المسؤول اللي ما بيزرعش الفتنه بين الجماهير. اللي ما بيصدرش مشاعر كراهيه بين الناس. شكرا للاعلام اللي بيبرز الايجابيات ويدعمها ويشجعها. وكمان يشاور على السلبيات بس بكل مهنيه علشان نعالجها. كمان عايز اشكر كل الانديه الشقيقه اللي بعتت يعني حقيقه لينا تهنئه وجانا تهنئه كبيره جدا وكتير جدا. لا يعني اللي بعت لنا تهنئه بالبطوله سواء في مصر او الوطن العربي او في افريقيا او اوروبا. يا جماعه هي دي الرياضه، هي دي الروح الرياضيه. النهارده خلاص بنقفل، ناخد خط كده وبنقفل الصفحه دي وبنفتح صفحه جديده في كتاب باذن واحد احد البطولات القادمه، ونستمر في مواصله تحدياتنا الاخرى. احنا عندنا يا جماعه دوري، عندنا كاس، عندنا سوبر مصري، عندنا سوبر افريقي، عندنا كاس العالم للانديه. وزي ما بقول لعبتنا دايما، اللعب للاهلي مش بس شرف، لا ده كمان مسؤوليه، ومسؤوليه كبيره جدا. وكمان قدرك ان الطموح في الاهلي بطوله ورا بطوله. يا جماعه الاهلي تاريخ، والتاريخ علشان يستمر لازم كل جيل يعني كل جيل يكمل مسيره الجيل اللي قبله حتى يرث الله الارض ومن عليها. هرجع للجمهور، ليكم وبيكم ومعاكم باذن الله هيفضل الاهلي هو الاهلي، والاهلي لا يرضيه الا ان يكون هو البطل. دمتم لينا ودام لينا جميعا الاهلي في كل الازمان وفي كل الاوقات. وكل عام وحضراتكم ومصرنا الغاليه بخير وسلام. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. طبعا دي كانت كلمة الكابتن محمود الخطيب. طبعا الكابتن قال كل التهنئة لجماهير النادي الأهلي، وشكرا للرئيس عبد الفتاح السيسي ومؤسسات الدولة الوطنية. قال أيضا أن لاعبو النادي الأهلي كانوا رجالة وتحملوا المسؤولية وأوفوا بالوعود والعهود. جماهير النادي الأهلي دائما تكون السند ولا يوجد مثيل لها، وتستحق التضحية من أجلها. قال أيضا أن احنا هنغلق صفحة دوري الأبطال ونستعد لتحديات جديدة محلية وقارية. أيضا الكابتن محمود شكر مجلس إدارة النادي الأهلي ولجنة التخطيط وكل منظومة العمل في النادي الأهلي خلال الفترة السابقة. أيضا شكر الإعلام الذي يدعم الإيجابيات وينتقد السلبيات لتفاديها. كلمة رائعة الحقيقة وليد وسعد من الكابتن محمود الخطيب، ومهمة وفي توقيتها برضو نفس الكلام. يعني دايما بيودي الناس كسبنا واتبسطنا وفرحنا وكل حاجة، ولكن في النهاية عندنا ماتش يوم الخميس. اكيد طبعا هو ذكر وشكر جمهور النادي الاهلي دايما داعم للنادي واللعيبه، وكان سند كبير جدا لينا. وطبعا دي الكابتن زي ما قال لك سعد ان في المطار قال لنا احنا عندنا ماتش، وده فعلا دايما يقول لعيب النادي الاهلي لازم يكون مختلف. انت عندك بطولات بتلعب على بطولات، بتخلص بطوله بتقفل بص اللي بعده زي ما قلت حضرتك يا كابتن. يعني لازم يعني لازم الكابتن يقول الكلام ده، والناس كلها تبقى على علم بالكلام ده، زي ما اللعيبه على علم ان انا بقفل خلاص، احنا فرحنا وخدنا بطوله. أيوة. عندنا بطولات تانية وخلاص اللي فات ده بقى في الدولاب. سعد برضو الكابتن بيهني جمهور النادي الاهلي وجمهور مصر الحقيقه. شكر كل مؤسسات الدوله على الدعم الكبير اللي بتعمله، اللي بتضعه الدوله خلف الرياضه المصريه خلال الفتره الاخيره، واعتقد ان ده شيء ايجابي جدا. طبعا يا كابتن، يعني هو الكابتن رقم واحد هو حاسس بدوره كنجم كبير، اسطوره من اساطير النادي الاهلي. أيوه. في الكوره، ودوره كمسؤول عن رئاسه النادي الاهلي واداره النادي الاهلي. فهو حاسس بالجمهور زي ما انا بقول لك، ان هو عايز الناس تفرح، الناس على طول تبقى فخوره بناديها. فمن هنا بتيجي حجم المسؤوليه اللي بتبقى على عاتق الاداره وعلى عاتق اللعيبه، انه كله هدفه ان الناس تفرح. ودايما هو كابتن بيشيل بدور الدوله، ان الدوله الفتره اللي فاتت بتدعم الرياضه بشكل كبير جدا، بتساند المؤسسات الرياضيه ان هي توفر لها كل سبل الراحه والتمويل الاقتصادي
ان الدوله ساعدت النادي في الاستاد وفي طبعا. معظم الحاجات اللي بتحصل في النادي، ف ان شاء الله الفتره الجايه تبقى احسن واحسن كمان ان شاء الله. يا رب ان شاء الله. استقبال طبعا وزير الشباب والرياضه ممثله للدوله المصريه، استقبل حضراتكم في المطار وهناكم بالبطوله العاشره البطوله الافريقيه، لان النادي الاهلي الحقيقه هو الممثل المصري في هذه البطوله، طبعا وزير الطيران المدني واقفين مع الكابتن محمود الخطيب طبعا في استقبال بعثه النادي الاهلي، المهندس هاني ابو ريده طبعا عضو اللجنه التنفيذيه، عضو الكاف وعضو اللجنه التنفيذيه في الفيفا. حقيقه حضور كبير جدا من مسؤولين كبار في الدوله لتهنئه كابتن محمود وتهنئه النادي الاهلي بالبطوله العاشره. زي ما حضراتكم شايفين طبعا كل اعضاء مجلس اداره النادي الاهلي متواجدين، سياده الوزير العمري فاروق، كل اعضاء مجلس الاداره، الاستاذ طارق قنديل، الاستاذ ضماطي، كل الاعضاء متواجدين في استقبال او عند رجوعهم من المغرب بعد فوز النادي الاهلي بالبطوله العاشره. وليد، انت دايما بتوعد الجمهور وبتتكلم مع الجمهور عن طريق السوشيال ميديا، انا شايف لك صوره النهارده عامل تورته انت كده وبتقول كل سنه وانتم طيبين، دي تورته ايه؟ تورته البطوله العاشر. تورته البطوله العاشر ولا العيد؟ لا مفيش عيد، العيد ما فيهوش تورته. في لحمه. لحمه بس. التورته دي انت بتتفاعل دائما مع الصوره اهي، بتتفاعل دائما مع الجمهور من خلال السوشيال ميديا، ودايما بياخدوا كلامك، ويعني ناس عماله تبعت لي تقول لي قول لي اسال الكابتن وليد، هو وعدنا ان احنا كل البطولات القادمه هتكون داخل النادي الاهلي. لا والدولابه يا كابتن برضو عشان تاخد بالك اللي ورا التورته. ده مهم قوي. كام بطوله؟ ب 23. بص 23 يعني دي حاجه بسم الله ما شاء الله، يعني ربنا يهنيك يا كابتن، يعني واحده وتعدي وتقرب من سعد. يا رب يعدي يا كابتن. ده نجم مصر ده حبيبي. يا سعد ربنا يكرمك. يعني الناس بتسالني بتقول لي اسال وليد، يعني خلاص كل البطولات اللي جايه على مسؤوليتك، اعتبر ان كل البطولات القادمه للنادي الاهلي. ان شاء الله يا كابتن. والله كل الناس بالمعنى ده اعتقد ان شاء الله، يعني والله يا كابتن الناس مركزه والناس عايزه تعمل اقصى ما عندها عشان نحقق بطولات، وزي ما قلت لك احنا موجودين في النادي الاهلي، النادي الاهلي دايما بيلعب على البطولات ودايما بيفكر في المركز الاول دايما، عشان كده انا دايما احساسي وتعلمت في النادي ان انا طول ما انا موجود وبلعب في النادي لازم ان انا العب على المركز الاول واحقق بطولات. ان شاء الله احنا قدامنا كاس وقدامنا السوبر المصري وقدامنا الدوري، ان شاء الله خلاص صفحه افريقيا اتقفلت زي ما قال لنا كابتن خطيب وكابتن سعيد، وقدامنا ثلاث بطولات ان شاء الله باذن الله نحققهم ان شاء الله كابتن. ما اعرفش يا سعد، هو الطموح ان احنا ممكن نوصل في كاس العالم القادم، كاس العالم للانديه، خلاص انت هتلعب في كاس العالم توصلت للمركز الثالث، هل في طموح اكبر من كده في كاس العالم القادم؟ بمعنى ما اعرفش، انا امبارح في حلقه امبارح لقيت الناس كلها عماله تبعت تقول لي احنا عايزين ناخد كاس العالم، عايزين ناخد كاس العالم، هل ده طموح مشروع؟ هل ممكن ولا لسه بدري شويه برضو عشان نقول للناس؟ والله يا كابتن اي طموح في الدنيا مشروع يعني. وانت كلاعب كره لازم يبقى سقف طموحك عالي جدا وعايز تحقق كل حاجه. لسه تقريبا اللي وصل النادي الاهلي وتشيلسي لحد دلوقتي لبطوله كاس العالم، لسه هتشوف الفرق اللي هي اللي هتصعد، هتشوف مستوياتها، هتشوف قوتها. برضو احنا يعني اي لعيب في النادي الاهلي يتمنى ان النادي الاهلي يوصل لاعلى مكان، فاكيد بتشارك في اي بطوله نفسك تاخدها حتى لو كاس العالم للانديه، لكن ده مش هيبقى بالكلام يعني. محتاج تعب ومحتاج مجهود. السنه اللي فاتت هتديك دفعه، هتديك خبره ان انت بتشارك قدام فرق كبيره، فرق كلها رقم واحد في قارتها، فده موضوع مش سهل. بطل امريكا الجنوبيه، ده فرق بيبقى فرق كبيره دايما. أيوه. اوروبا، بقيه الاسيا، فمحتاج تركيز ومحتاج تعب ومحتاج يعني محتاج مستوى تاني من اللعب غير المستوى الافريقي، غير المستوى الافريقي. فان شاء الله نبقى، لكنه طموح مشروع طبعًا للجميع ان احنا نقدر نبص لهذا الكاس. طبعا اللي هو ده اللي ناقص يعني. ناس بتقول لك انتوا قفلتوا اللعبه خلاص، ففاضل كاس العالم، يعني كاس العالم اللي احنا ناخده يعني. هو دايما جمهور النادي الاهلي عايز يشوف ناديه رقم واحد في كل حاجه طبعا. فمن هنا بتيجي الضغوط والمسؤوليه على اللعيبه والاجهزه الفنيه والادارات. فان شاء الله ربنا يقدرنا ونوصل، يعني زي ما قلت لك تشوف الدنيا، وعلى اساس ده تبتدي تحضر نفسك كويس يعني. وليد، كانت في فكره في كاس العالم للانديه، وبرده اسمع راي حضراتكم في الموضوع ده، ان زياده عدد الفرق في كاس العالم، انت مع زياده عدد الفرق ولا انت شايف ان هي بالعكس زي ما كان سعد بيتكلم دلوقتي، قال لك ان انت بتلاعب
كل بطل قاره، وبالتالي هي بطوله متفرده بحد ذاتها، يعني ان انت بتلعب خمس ست فرق اللي بتلعب في البطوله لان هم خمس ست قارات، فبالتالي ولا انت مع زياده الفرق ل 20 و 15؟ والله يا كابتن هي زياده، هم حابين ان تبقى في زياده عشان السبونسر وال ماديا يعني ماديا لكن انا شايف ان زياده تبقى محتاجه وقت كبير جدا، البطوله هتبقى تحتاج وقت طويل جدا وهتبقى طبعا قويه جدا، لكن انا شايف ان لما تكون ستة او سبعة فرق من القارات هتبقى دي حاجه متفرده كده، بعد اللي عايز يلعب كاس العالم حاجه مميزه يا كابتن، يعني بتقول ان اللي انت اللي وصلت يعني من كل قاره بياخدوا تكريميه كمان، بياخدوا البطل من كل قاره، دي حاجه كويسه. خلي بالك بطل اوروبا يا وليد كمان هيرفض يعني يعني خلي بالك بطل اوروبا بيجي تحس ان هو بيختار ماتشات المواعيد انا اقعد لوحدي، يعني بيبقى فيه برضه بيبقى ليه وضع خاص، ليه وضع خاص، فمش هيجي يلعب هو ستة سبعة ماتشات. يعني انت معه ولا ضد؟ لا انا زي ما وليد قال مع ان يعني البطوله تبقى كده تفضل زي ما هي، دي بطوله قاريه الابطال القارات الخمسه زي... مش احنا خمس قارات ولا كام قاره؟ المفروض يعني ابطال القارات قولوا لنا يا شباب ابطال القارات يعني كل واحد بطل قارته، فاللي هيجي ده هيبقى بطل ايه يا كابتن؟ برضه انا عايز افهم، ما اعرفش هيدخلوا التواني مثلا، ما اعرفش لسه ايه النظام، ولكن هو كان تفكير في الوقت ده. لا لا هي ميزتها كابتن ان انا بطل قاره، انا وجهه نظري كده ان هي حاجه متفرده بذاتها. كلم الناس اللي مش هينفع الموضوع، مش هينفع يا جماعه، ثانيه واحده يا جماعه، مش هينفع والله كابتن سعد بيقول لكم مش هينفع. لا هي بتبقى وجهات نظر، خلي بالك بتبقى يعني في ناس بتبقى بتسمع للاعبين في افريقيا بيبقى ليها اصوات، واوروبا بس انا اعتقد برضه لينا اصوات طبعا ان شاء الله لينا اصوات، امال ايه احنا لينا اصوات في كل حاجه، خلي بالك احنا قاره كبيره جدا يعني. وليد برضه الفتره اللي فاتت كان مباريات كتيره وضغط كبير من المباريات في فتره صغيره جدا، قدرتوا تتغلبوا على الوضع ده ازاي، خصوصا ان يعني مفيش تغييرات كبيره او كتيره جوه الفريق، يعني 11 12 13 اللي بيلعبوا دايما ككباتن الفريق؟ طبعا احنا كدورنا دايما بنقعد مع اللعيبه نقول لهم اللي عايز يرتاح يريح نفسه، يعني انا شايف نفسي ان انا مثلا في التدريب النهارده مش هقدر اتمرن، او شايف ان انا تعبان ما ادوس على نفسي، عشان كده هيجي عليك بالسلب ان انت ممكن تتصاب ممكن كذا، وحاجه تحسب للامانه ان الجهاز الطبي ان في حاجات ريكفري كويسه جدا، اجهزه جديده وتحسب للنادي ان وفر حاجات كتير، وفر حاجات كتير جدا يعني. دي ساعدت بصراحه يعني ساعدت الفرقه بشكل كبير جدا، ان خلت الفرقه دايما اللي هم الاساسيين اللي بيلعبوا زي ما حضرتك ذكرت ان دايما ان الريكفري ده بسرعه بيرجعوا كويسين، بيرجعوا ما فيش تعب ما فيش اجهاد، دي اللي ساعدت الفرقه بشكل كبير جدا يعني الامانه يعني. وخلي بالك برضه يا كابتن اسلام في الدوري معظم اللعيبه لعبت، يعني في ماتشات الدوري كلنا لعبنا تقريباً. وكلنا خدنا ماتشات يعني، وفي تفاوت في عدد الماتشات، لكن الروتيشن اللي الراجل بيعمله برضه بيحاول يحافظ على معظم اللعيبه وبيحاول يدي فرص للعيبه بحيث ان كله يشارك وان كله يبقى موجود. للامانه برضه يعني بذكر الجهاز الفني، الكابتن سامي قمصان مع الكابتن سيد لهم دور كبير جدا في ملفات كتير، من اهمها موضوع الراحه، موضوع ان انت اهميه اللعيب الفلاني محتاجه، اللعيب اللي عنده انذارات، اللعيب اللي عنده اجهاد، فانت زي ما وليد قال لك مش عايزه يزيد. الكابتن سامي بيحاول يشتغل على المجموعه اللي ما بتلعبش بشكل كبير جدا، بيحاول يجهز اللعيبه اللي ما بتلعبش، بيحاول يشتغل على اللعيبه اللي شايفه ناقصه في حاجه، اللي هو اللي طور شريف في حته اللي يلعب بدماغه للامانه كابتن سامي. وهو كابتن سامي قبل ما يبقى مدرب مساعد هو مدير فني كبير، وكان صعد مع نادي حرس الحدود، فعنده رؤيه فنيه كبيره جدا. والامانه احنا بنشتغل كلنا كاسره كابتن اسلام، يعني سواء اللعيبه الكبيره او كابتن سامي مع الراجل، بنحاول ان احنا نوفر كل حاجه. وكابتن سيد للامانه برضو يعني دوره الناس كلها عارفاه والناس كلها حاسه بدوره، لكن هو اللي عايش في الفرقه واللي شايف الاجواء فارق معانا في الحته دي. تمام. مصطفى جميل جماعة بيقول عيد سعيد عليك كابتن اسلام على ابطال افريقيا، اتمنى نرى كباتن لجنه التخطيط في البيت الكبير، مبروك النجم العشرة. انا مع حضرتك، انا بدعو الكابتن محسن صالح والكابتن زكريا ناصف لو يقدروا طبعا بعد العيد مباشره يكونوا منورين معانا، عشان برضو الناس تعرف كيف تفكر لجنه التخطيط خلال الفتره اللي جايه، يبقى شرف كبير جدا لينا لو الكابتن محسن والكابتن زكريا ناصف يتفضلوا طبعا بعد العيد ده بيتهم يعني، فما فيش مشكله خالص، بس اعتقد ان بتبقى ليها توقيتات معينه يعني. مساءكم عيد مبارك، منور يا كابتن، اشكرك. الحاوي وسعد، العبوا على بطوله كاس العالم يا كابتن، تقدروا تحققوها ان شاء الله، وطبعا ما تنسوش الدوري، الفرحه مش هتكتمل الا بيه.
محمد مساكم عيد. ماشي سؤالي للحاوي، امتى هناخد كاس العالم؟ ده فكري فكري. هو فكري هو فكري برضه. هو فكري النهارده معانا. والله يا كابتن احنا حلمنا وحلم كل لاعب في النادي الاهلي ان يحقق بطوله كاس العالم. طبعا دي حاجه كبيره، زي ما حضرتك قلت احنا خدنا كل البطولات، ينقصنا البطوله دي. احنا بنشتغل وبنجتهد والتوفيق ده بتاع ربنا. يعني كان في بعض الكلام يا سعد اثير خلال الفتره، قال لك انتوا ما زهقتوش، سيبوا لنا حاجه بقى. يعني مش كده، انتوا ما زهقتوش؟ لا انتوا كلاعيبه ما زهقتوا. ما هو الناس قالت كده والله، مش الاهلاويه بعد ما لا يشجع احنا لسه خدنا حاجه. يعني لسه كل ده ولسه ما خدتش حاجه؟ لا يعني انا خلي بالك انا هتكلم بلسان الاخرين ده. لا بغض النظر عن اي حاجه انا بكلمك بجد، مش كلام. انت بيبقى 24 بطوله؟ لا انت بس سيبك من 24 بطوله دي بقى لها سنين. بس يعني زي ما وليد قال لك، في لعيبه قالت او قفشه بالتحديد او كذا لعيب قال احنا عايزين نعمل تاريخ زي الاجيال السابقه. احنا في المحاضرات بنتكلم، يعني انا كنت قلت جمله في محاضره مره مع بعض كلاعيبه، ان الجيل القديم ما سابلكش حاجه تاخدها او ما سابلكش حاجه جديده تعملها. فنحاول احنا هو كسب كل حاجه. هو خد كل حاجه، خد افريقيا مرتين ثلاثه وخد السوبر وخد تالت عالم. يعني فانت بتحاول تمشي على نفس النهج وعلى نفس الخط. ايوه فدي اهم حاجه، ان انت تحاول تحقق نفس الارقام اللي هم حققوها علشان خاطر تتحط في التصنيف بتاعهم وفي فانت بيبقى عايز تكسب كل حاجه. يعني ده يعني دايما ما ينفعش لعيبه الاهلي تبقى شبعانه بطولات. يعني لازم على طول تبقى نفسك تاخد بطولات. اللي هيشبع مش هيقعد يا كابتن، مش هيكمل. ده قدر لعيب النادي الاهلي اللي دايما يبقى كل يوم عايز يلعب على بطوله، وكل يوم عايز يضيف بطوله لنفسه، عايز يبقى جزء من تاريخ النادي. ودي الميزه يا كابتن اسلام برضو اللي اتزرعت في المجموعه دي. يعني المجموعه دي من بطوله افريقيا. يمكن احنا قلنا بالماتش الزمالك او قبل النهائي اللي فات ان احنا رجاله لو خدنا البطوله دي على الاقل هناخدها سنتين ثلاثه كمان. يعني على الاقل هيبقى عندنا انت فرصة. حطيت رجلك بشكل كويس وخدت الثقه وحسيت بطعم النجاح وطعم البطوله، فعلى الاقل هتاخدها سنتين ثلاثه كمان. طيب اخبار فيروز ايه؟ مش عارف فيروز بنتي. بنتك والله؟ عشان دراعها كان اتكسر. بس بجد؟ قبل ما نسافر المغرب كان دراعها اتكسر. وقعت تمام ولا ايه الاخبار؟ جبسنا بقى وهتقعد شهر في الجبس الحمد لله. صغيره فيروز. ثلاث سنين بسم الله ما شاء الله. معلش بقى، ما هو يعني الحمد لله معلش ان شاء الله تعدي على خير. ايمن اشرف اللي خلص عليها. اشمعنى ايمن اشرف؟ قالوا ايمن يا عم مالوش مش حاجه يا عم بيقول لك اسكت يعني ماشي. طيب بشويه عبد بيقول كابتن سعد زعلان ليه؟ الحاوي العالمي. يا جماعه سعد مش زعلان والله ما زعلان بالعكس راجل مبسوط وسعيد وكل حاجه. مصطفى عبد الرب بيقول تحياتي ليك. هو السؤال، هو الدوري قريب ولا ايه؟ والله يا كابتن مش موضوع قريب ولا، احنا زي ما قلت لحضرتك لسه الدوري فيه كذا ماتش وبنشتغل على كده ومفيش حاجه قريبه، مفيش حاجه في ايدينا. يعني انا عايز تكسب الماتشات بالظبط. وعايز اقول برضو حاجه، ان الناس بتقول احنا خدنا بطولات، وسعد بيقول لك لا احنا لسه ما خدناش. احنا السنه دي لسه واخدين بطوله افريقيا بس كاس السنه دي. هي البطوله الوحيده اللي اتحققت في الموسم. اول بطوله اتحقق في الموسم. اتحقق في الموسم. انت لسه ما خدتش ولا دوري ولا كاس ولا سوبر. يعني لسه بدري. يعني لسه بدري. احنا خلاص اللي فات ده دولاب على طول. خلاص احنا. وبعدين برضو يا كابتن، انت زي ما وليد قال لك، انت الموضوع في ايدك. انت لازم تكسب ولازم تفهم ان معاك منافس قوي ومنافس كسب ماتشاته وفرق عنك ببنات. فانت طبعا لازم تكون مركز في كل تفصيله ومركز في كل حاجه. بالتالي البوينتس النقاط اللي على الفرق اللي ما بيننا وما بين نادي الزمالك اعتقد دي لود عليكم او ضغط على الفريق. طبعا مش طبعا العكس. يعني لو الناس كانت بتقول ان الاهلي مستريح والاهلي كذا والاهلي كذا، لا الاهلي مش مستريح، بالعكس انا عليا ضغط. طبعا انت عايز تحصل لنادي الزمالك في عدد النقط اللي هو جمعها، وخصوصا ان يعني خلينا نتكلم، الزمالك فرقه كبيره وفرقه عندها عناصر كبيره كويسه وماشيه بشكل كويس في الدوري. فلازم احنا تحترم المنافس وتحترم طبعا شغلك عشان خاطر تنجح. وده اللي بيميزك، ان انت بتحترم المنافس بتاعك، ان انت دايما شايف ان لا انا لازم اجز ولازم افضل دايس علشان خاطر ما تقعش. كمان يا سعد انت في ماتشات انت بتلعب فرق خلاص بتقع، الفرق اللي بتقع دي بتبقى شرسه جدا يا كابتن. طبعا عشان عايزه تقعد في الدوري بتاع، بتبقى عايزه تمسك في البونت. يعني الموضوع صعب فعلا زي ما قال سعد، الماتشات اللي جايه ماتشات صعبه جدا، يعني مش سهله يعني. تمام. محمد مجدي بيقول مساء الخير يا كابتن اسلام، انت كابتن وليد وكابتن سعد، كنت عايز اسال الكباتن هل كانت طريقه لعب فايلر الاحلى ولا موسيماني؟
مين كان اشوفه سعد بيبص يشوف السؤال لو ها باصص للكابتن وليد صح لا لا خلاص لا والله كابتن هو كل واحد اقول لك. قول رايك يعني لا هو مش قول يا كابتن وليد الاول بعد انا اولا اتفضل هو كل واحد له اولا طيب له كل واحد له طريقه لعبه وله شخصيته وله شكل طبعا. بس للامانه برضو فايلر كان له دور مهم مع الفريق طبعا وزرع حاجات كتير جوه الفريق مكمله لحد دلوقتي زرع حاجات كتير في 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 طريقه لعب في الاصرار دايما على المكسب في النواحي التكتيكيه لكن هو طريقته مختلفه عن طريقه لعب موسيماني ده له طريقه وده له طريقه ده له تكتيك معين وده له تكتيك معين. لكن هو الراجل طور في لعيبه كتير الفتره اللي كان موجود فيه واشتغل مع لعيبه كتير بشكل كويس وهو شخصيته مختلفه هو كان صارم اكتر بيحب الشغل كنت هقول لك هو حتى كان معايا تريزيجيه قريب من من حوالي شهر قبل ما يسافر يعني فقال لي ان هو كان عنده مشكله كبيره جدا لا هو تريزيجيه قصته تانية مع فايلر بره مش في مصر يعني في كان موضوع مختلف هو في بلجيك كان جاي على تريزيجيه جامد يعني جاي على تريزيجيه في حاجات كتيره جدا حاجات فقال لي ان شخصيته كانت صعبه جدا في التعامل هل كنتوا بتشوفوا ده في النادي هو كانت شخصيته قويه قويه جدا طبعا وكان بالتدريب اللي بيشوف اللي بيتمرن هيلعب اللي ما بيتمرنش مش هيلعب هو كان دايما فكره اللعيبه كلها محدش عارف من الاساس ومن الاحتياط خلي بالك فعلا دي حقيقه هو محسس الناس كلها ان محدش عندي له رصيد او حد هيبقى موجود او كده محدش هيبقى اساسي موسيماني مختلف عنه في النقطه دي في التعامل اقرب شويه للعيبه بيسمع اكتر للعيبه في تفاصيل كتير ممكن يشرك فيها اللعيبه والله وخصوصا اللعيبه كلها ولا الكباتن التكتيك اللعيبه كلها في تفاصيل معينه الكباتن بيتكلم معاهم عايز يوصل رساله لحد عايز يتكلم مع حد لينا وجهه نظر في ماتشات معينه في حاجه معينه بيسمعوا القرار في الاول في الاخر دي هو طبعاً طبعاً. هو اللي لكن هو مميز في النقطه دي يعني هو دايما بياخد قراراته هو المدير الفني دايما بياخد قرار ولكن بيسمع من وليد بيسمع منك بيسمع من كابتن سامي بيسمع كابتن سيد كابتن سامي ده طبيعي برضه لكن انا بتكلم على ان موسيماني ممكن يكون واخد واحد فيكم مثلا ياخده الماتش ده يقول له ممكن العب ازاي الماتش اللي جاي ولا الكلام ده لا ولا ايه لا هو ممكن هو قراره في الاخر هو قراره بس هو دايما يعني مثلا ممكن يقول لي سعد روح شوف وليد قول له واحد واثنين وثلاثه اوكي انت فاهمني يا كابتن هيتقبل التكتيك ده هيتقبل اللعيبه مستوعبه ده طب ذكي كده ولا هتاخد وقت وفي حاجه كمان عملها كابتن للامانه يعني تحسب له ان هو اول ما جه عايز يعرف شخصيات اللعيبه كانت هتاخد منه وقت تواصل مع فايلر وابتدى وابتدى يعرف شخصيات اللعيبه ويعرف يتعامل كلم فايلر يعني تليفونيا وعايز يبدا بقى مش عايز لسه ابدا اعرف شخصيات اللعيبه يعني وليد بيعمل كذا سعد كذا الراجل عايز يجي يشتغل مش عايز ضيع وقت ان انا لسه عايز اتعرف على اللعيبه واعرف شخصيات اللعيبه لا هو تواصل مع الراجل وهو قال لنا كده في المحاضره انا تواصلت معاه وابتدى يشتغل بقى خلاص عرفت شخصيه وليد وشخصيه سعد وشخصيه الناس دي وابتدى يشتغل يعني دي حاجه برضه زي ما وليد بيقول لك تكمله للكلام اول محاضره وليد لو تفتكر كان حافظ معظم اسامي اللعيبه بالظبط يعني جه الزكاهاني اليوم الاولاني اللي جه قال لك انا مش هتمرن عشان جاي من سفر بعيد وبعد كده قال لا انا هنزل التمرين يا هاني يا وليد وفلان يعني عارف الاسامي كلها واتفرج على ماتشات وبالارقام فهو كان جاي محدد هدفه وللامانه من اول يوم جه فيه للامانه برضو يعني كل واحد ياخد حقه هو قال احنا هنكسب بطوله افريقيا قبل ماتش الوداد قال انا عارف البطوله هنجيبها ازاي وانتوا عندكم هنا الحاجات اللي انا محتاجها يعني عندكم هنا الـ 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 الروح والحماس والحاجات اللي انا محتاجها اللي تكسبني بطوله افريقيا اللي مش موجوده في حته تانية فهو جه اشتغل على ده مع اللعيبه وهو مستو ان هو كل فتره ليها تكتيك معين ليها شغل معين هو بيتفرج كتير قوي قوي يعني بيتفرج على ماتشات كتير جدا وبيعصر كل فرقه يطلع نقطه القوه والضعف ويبتدي يشتغل على ده زاد طبعا للامانه برضو الواحد يا كابتن اسلام عايز يشيب بدور اللعيبه الفتره اللي فاتت دي لعيبه رجاله لاقصى درجه لعيبه اجتهدت موتت نفسها ماتشات اللي بره ماتشات اللي جوه فمن خلالك والكابتن وليد ان اللعيبه كان ليها دور كبير جدا طبعا لان يعني تعبوا اخلصوا واجتهدوا وربنا كرمنا وخصوصا برضو احنا ما اتكلمناش على الشناوي كان له دور كبير جدا يعني في برضو ناس موجوده زي السوليه زي علي معلول زي مروان دول برضو بقالهم 5-6 سنين في النادي محمد هاني ايمن ورامي رامي ربيعة ايمن اشرف الناس دي برضو بقالها فترات كبيره في النادي كان لهم دور كبير جدا لكن الشناوي كمستوى فني كجون طبعا محدش يتكلم عليه ما شاء الله يعني طبعا. ربنا يحميه لكن كل تفصيله برضو مركز فيها وحريص على الفرقه وحريص على كل حاجه وعلى كل اللعيبه وعلى ان الدنيا تبقى ماشيه كويس فمن خلالك بشكره
نعم هو بيزعل لنا كتير بس بس الشناوي يعني الامانه لا الامانه راجل يعني دوره مهم يعني. وكبير جدا وفارق مع اللعيبه الحقيقه عدم وجود الجمهور بيخلي اي كلمه بيقولها الشناوي او وليد او سعد أو تظهر للناس كلها يعني لا هو بيتكلم على طول اضغط يا ايمن دي او اضغط يعني اضغط يا ايمن دي بقت ترند انت عارف طبعا القصه بقت كل حاجه بقى لها 3 4 شهور اضغط يا ايمن اضغط يا ايمن اضغط يا ايمن انت عارف الكلام يعني لا هو بامانه يعني الشناوي دايما بيتكلم كتير جدا دايما بيفوق الفرقه دايما بيحس لما بيحس بالفرقه ان الريتم هادي هادي شويه بيفوق اللعيبه لا للامانه الشناوي عامل حاجات كتير جدا في الملعب وبره الملعب وعلى المستوى الشخصي معايا انا يعني مش عايز اقول مكبرني جوه الفرقه جدا ومع سعد للامانه ودايما في ظهر اللعيبه واللي عنده مشكله دايما بنقعد معاه من اللعيبه والشناوي بياخده بيروح يقعد مع الكابتن سيد بيحل له مشكلته الامانه حاجات كتير جدا تحسب للشناوي ولسعد للامانه يعني وخلي بالك يا كابتن اسلام ده يعني دايما فكره العيله الواحده جوه الفرقه دي مهمه جدا طبعا يعني دي من يعني من ضمن برضو الكلام بيجيب بعضه من ضمن الحاجات اللي حصلت السفريه اللي فاتت ان المغرب يعني في المغرب ان في 2 لعيبه بقى لهم فتره كبيره مصابين فكنا مصممين ان هم يبقوا موجودين معانا لان دول من اكتر اللعيبه اللي حظها كان وحش الفتره اللي فاتت وخصوصا كريم نيدفيد لان كريم لما ابتدى يلعب يحط رجله في الفرقه وكريم نيدفيد ده لعيب كبير جدا ولعيب مهم جدا بالنسبه لنا في النادي الاهلي فانا بقول له من خلالك ان شاء الله ترجع بالسلامه ومستنيينك الفتره الجايه تنزل التدريب الفرقه محتاجاك ان شاء الله كله دور مع زمايلك فكنا حريصين ككباتن ان هم لازم يكونوا موجودين سواء او محمد محمود ان شاء الله يرجعوا طبعا طلبنا من الكابتن سيد ولازم يكونوا موجودين معانا في السفريه لان ما ينفعش الفرقه كلها تسافر وهم اللي يبقوا موجودين هنا الحاجه الثانيه هم اكتر ناس محتاجين ان هم يبقوا موجودين مع الفرقه ويعيشوا الاجواء احنا مبسوطين جدا الصراحه جدا يعني جدا شفنا الصور والفيديوهات حاجه جميله جدا وعدوا فتره صعبه يا سعد الامانه يعني مفيش لعيب كره يتحملها عدوا فتره صعبه جدا انا هحس بيها يعني انت حسيت انت حصلت معاك مره واثنين يعني انا حاسس معايا برضو بس مش بالفتره الطويله قوي بالامانه يعني هم بصراحه عندهم اصرار ان كان محمد ولا كريم لو حضرتك تتفرج يا كابتن بيجوا الساعه مثلا لو عندنا تدريب الساعه 5 بيجوا الساعه 9 الصبح بيشتغلوا فترتين ما بيمشوش يعني تقريبا اليوم كله في النادي عندهم اصرار ان هم يرجعوا ويبقوا احسن وان شاء الله ربنا يوفقهم ويرجعوا احسن من الاول ان شاء الله باذن الله يا رب ان شاء الله خلينا نروح برضو للجمهور سؤال لكابتن سعد مين امهر مهاجم وجهه في تاريخه وكابتن وليد مين اقوى مدافع قبله يعني خلينا نبدا بالمدافع قبله مين اقوى مدافع قابلته غير انا يعني طبعا غير الماتش بتاع غير الماتش بتاع بتروجيت اللي خلصت عليا فيه لا خلاص يا كابتن والله يا كابتن انا مش فاكر بس في مدافعين كتير طبعا كويسين جدا وبيبقوا بلغه الكره في سياسي قوي مش سياسي والله لا هو هيقول لك يعني بس بيفرش لك فشل اقوله هيقول لك الاجابه في الاخر والله لا خالص يا كابتن يعني في 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 مدافعين كتير كانوا صعبين جدا يعني بيبقوا بلغه الكره في في رخامه كنت بتخاف من وائل جمعه مثلا شويه اصل انا عارف كله كنت بخاف من وائل وائل اصله ايه ما بيمسك حد ما بي واحمد السيد برضو واحمد السيد احمد ميسي ميسي يعني بس احمد كان بيلعب بشماله اكتر ما بيلعب بيمينه فعلا انت متخيل ان انا فوجئت ان امبارح ان محمد شريف بيلعب بشماله اساسا بيلعب بشماله برجليه اتنين بيلعب بشماله كويس قوي هو قال ان هو بيلعب بشماله بس هو الاثنين ما شاء الله تبارك الله بيلعب بيهم كويس والله الاثنين كويسين جدا ده غريبه جدا اصله هو لما قال ان انا بلعب بشمالي على طول بلعب برجلي الشمال في الاساس كنت بلعب باك ليفت بيقولوا قال هو صغير لكن هو بيلعب بشماله كويس جدا لكن بيمينه ده كل حاجه عنده ميزه يا كابتن ان ما تعرفش انت هيلف باليمين ولا بالشمال عشان كده ما شاء الله ترناته حلوه قوي هو فعلا زي ما وليد بيقول هو ساعات نفسه محمد ما بيكونش عارف هو هيلف باليمين ولا بالشمال اتفاجئت محمد شريف ساعات يعني كنت متوقع ان محمد يتوهج بهذا الشكل هو وهو في انبي يعني قلنا يعني بعد ما شفناه في انبي في الاعاره والاجوان اللي بيجيبها وهداف الدوري والكلام ده كله ايوه يعني قلنا لا في اختلاف يعني برضو يشكر في ده كابتن حلمي طولان تحسب الكابتن حلمي يعني للامانه نادي انبي من الانديه يعني حتى انا بحب نادي انبي جدا انا وليد بنتكلم عن نادي انبي على طول من الانديه المميزه جدا طبعًا. في الدوري على كل المستويات لكن الكابتن حلمي طبعا ده مدرب كبير جدا ومدرب له تقله له اسمه ف يعني بعد ربنا سبحانه وتعالى هو فرق مع شريف جامد بس طبعا اللعب في الاهلي مختلف شويه يعني ضغوط ومعظم اللعب في مساحات ضيقه
فكان هنا التحدي بقى بتاع شريف، هيقدر ولا مش هيقدر؟ اه هي نفس التألق ولا لا؟ لكن هو فاجئنا كلنا للامانه بصراحه. زمال سعد هو لما جه الفتره ده كابتن عايز، يعني الفترات اللي فاتت لما جه وطلع عاره كان محمد، احنا كلاعيبه حاسين ان هو الموضوع بعيد قوي. اوكي. لكن الفتره دي لما رجع من انبي راجع هو عايز يعمل عايز يعمل حاجه الامانه. يعني الحقيقه برضو انا شفت سعد بكهربا متغير، بمعنى ان كهربا كلنا عارفين، انا حتى قلت له الكلام ده على الهوا يعني، عشان يعني كهربا دايما على طول ما بيلعبش قلب وشه وبيتخانق وبيعمل ومش عارف ما اعرفش، حسينا امبارح ان هو متغير تماما، يعني دوركو كان واضح جدا معاه. بنديله مهدئات ازاي؟ لا كابتن هو شايب لبن. لا هو لا كهربا هو اللي يعرفه كويس، هو فعلا انسان طيب يعني. يعني شخصيته طيبه وأسرته ناس طيبه جدا، وناس يعني زي اي اسره مصريه شبهنا كلنا يعني. فهو جواه طيب جدا، لكن هو مشكلته قراراته انفعاليه شويه ببعض الاوقات، عصبي شويه، فهو محتاج برضو يا كابتن تحسسه في احتواء، وان انت معاه وان انت حواليه وان انت ليك دور وان انت مهم بالنسبه للفريق، وده حقيقي يعني. كهربا لسه ما قدمش، انا كنت سامعك امبارح وانت بتقول له عنده كتير جدا يقدمه. فهو الفتره فاتت فعلا زي ما انت بتقول اختلف، مركز بيشتغل في التمرين كويس. ده حقيقي يعني ولا هو بيقول لنا كده؟ لا لا ده حقيقي، انا حسيته في القعده. لا لا ده حقيقي، ده حقيقي، لكن ما اعرفش هل ده حقيقي. لا ده حقيقي. وبعدين في مشاكل برضه يا كابتن ما تعتبرش مشاكل يعني، لعيب متضايق ان هو ما بيلعبش. لا ده طبيعي، لعيب اتقمص في تمرينه. انا ككابتن فرقه وليد مش هتخانق معاه. لا طبعا يعني مش هتقعد برضو تكبر كل حاجه. شدينا مع بعض في تمرين، ما حصلتش ولا ما حصلت كتير. وخلي بالك برضو يعني احنا مش مثاليين برضو طبعا، يعني حتى احنا ككابتن انا بزعل طبعًا. بس وليد ساعات يجي بيحتويك بيتكلم معاك، وليد ساعات يبقى زعلان او في حاجه فبتتكلم معاه تمام، الشناوي ممكن يجي يتكلم معاك، فبرضو مش ملايكه طبعا. لكن في نفس الوقت احنا في الاول في اخر اخوات واسره، فلازم في يعني حدود للزعل يا كابتن. يعني الزعل ما يجيش على الفرقه. على فكره انت لو ما زعلتش ما تبقاش لعيب كوره، طبعا تبقى موظف طبعا. لكن واللي انا اعرفه ان النادي الاهلي ما فيهوش موظفين في كره، في اللعبه يعني الكوره يعني. لكن ان انا ما ازعلش، لا طبعا ازعل واموت نفسي لكن زي ما انت قلت كلمه حلوه في حدود طبعا، لازم حدود معينه طبعا طبعا. ففي الاخر كهربا اتغير يعني، هننتظر منه. انا امبارح بيقول لي انا مش عايز امشي من النادي الاهلي، انا عايز اقعد 10 سنين اخد بطولات 10 سنين. بيقول لي انا بقعد اتكلم مع طاهر واتكلم مع فعلا. هو خلي بالك الفتره فاتت ما بيلعبش ما بيشاركش، بياخد اجزاء صغيره، لكن انت ما سمعتلوش ان في حاجه او بالعكس، هو مستني ياخد الفتره اللي جايه ومستني يبقى له دور. وطبعا الفتره اللي جايه هيبقى في ماتشات الدوري اكيد هيبقى له دور، واحنا محتاجين اللعيبه كلها. وهو من الناس اللي بتشتغل في التمرين كويس. وخلي بالك انت بذكر شريف يا كابتن اسلام، في لعيبه كتير اتطورت الفتره اللي فاتت. يعني برضو وليد معايا في النقطه دي، يعني قفشه مختلف خالص جدا فنيا، انا بكلمك فنيا. حمدي فتحي ما شاء الله عليه، ربنا يحميه، في حته تانية خالص. ياسر ابراهيم من الناس اللي بتاخد في اي وقت، بتموت نفسها وبتقاتل وبتحاول ان هي أكرم توفيق طبعا. ففي لعيبه الفتره اللي فاتت يعني ما شاء الله ربنا يحميهم ويكملوا على كده ان شاء الله. طيب الف شكر على رجاله ومجهودكم الواضح جدا على الفرقه، منتظرين منكم الدوري. يا بخت الاهلي برجالته، يا بخت الاهلي بكابتن سعد وبكابتن وليد. عليمه ماشي. محمد عبد اللطيف بيقول رد وليد ما اعتقدش ان احنا دلوقتي في حلقه بعيد خالص عن الكلام اللي كان بيتقال ده يا جماعه. يعني انت هنا سامع الرقي والاحترام والادب من الكباتن النادي الاهلي يعني، فما تدخلوناش في حته، خلوها لي انا بقى بعد العيد ان شاء الله اقدر اتكلم انا فيها شويه. كابتن اسلام عيد سعيد اسال الكباتن ايه رايهم في بواليا، وهل اتكلموا معاه وشدوه؟ بواليا لعيب كويس جدا يا كابتن الامانه. بس انا كل شويه بتكلم طبعا هو كبير يعني. الحاجات دي دايما. لا والله والله كبير. اتفضل. لعيب كويس يا كابتن، وجاي عايز يضيف لنفسه حاجات كتير جدا جوه النادي الاهلي، وعارف ان هو في نادي كبير جدا وكيان كبير، وبيسمع للناس كتير جدا يعني، بيجي يقعد معايا ويقعد مع سعد، وعايز يعني دايما هو عايز يقول لي انا عايز اقعد في النادي وعايز العب وعايز اظهر بمستوى كويس جدا. بس هو مش عايز اقول، هو مش محظوظ ان طبعا جت فتره ان هو ابتدى يبقى كويس، شريف ركب وشريف بقى حاجه محترمه جدا. ما ينفعش يقعد صراحه يعني. لكن هو للامانه بيتمرن كويس جدا، وزي ما قال سعد في روتيشن اللعيبه كلها بتاخد فرص، وهو كان لسه طبعا خد في ماتش
المقاولين لعب وكان كويس كويس عمل لكن طبعا الوقت يا كابتن احنا زي ما حضرتك ذكرت احنا مفيش وقت. عندك ماتش خميس ماتش حد بالزبط. ماتش ثلاث بتلعب دوري بتلعب افريقيا بطولتنا افريقيا في 7 شهور ومطلوب منك في كل ده انت تكسب مش هت... مش لسه هجرب بس وليد هو لعب اول ما جه أيوة. اول ما جه لعب قعد يعني. فتره إيه؟ لعب انا معاك يا سعد بس الفيرو ده كابتن اسلام حضرتك عارف برضو اللعب الاهلي طبعا غير لعب هي دي النقطه ربنا طبعا الجونه فريق كبير طبعا. كل حاجه بس انا قصدي ان الجونه ما عندوش نفس الضغوط اللي عندك انت في هو 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 جه شهر واحد اللي فات صح شهر واحد لدلوقتي خد بطولتين افريقيا يعني بالزبط. بطوله افريقيا وسوبر بالزبط. وكاس عالم ثالث عالم يعني في حته ثانيه يعني خلي بالك كابتن هو بقول لك كمان لعب معظم ماتشات بطوله افريقيا بالظبط يعني البطوله العشرة دي هو لعب معظم ماتشاتها صح فهي القصه كلها ان قليل قوي يا كابتن قليل ان انت جبت لعيب لعب وفرقع على طول او بقى كويس على طول يعني حتى شريف خد وقت لما ابتدى يحط رجله معظم اللعيبه اللي موجوده يعني الموضوع هيجي يعني. على ايامنا احنا لما كان فلافيو بس احنا كنا واحنا في التمرين وده انا عايز شايفينه احنا شايفينه في التمرين بصراحه كان مقنع جدا بالنسبه لنا يعني انا مثلا كباك رايت برفع له الاوفر بيقوم جاي حاطط دماغه دانا في الجول ما كانتش ماشيه معاه سنه بحالها بس في الاخر احنا لما كنا بنتسائل بنقول يا جماعه والله احنا بنشوف واحد في التمرين حاجه يعني جامده جدا بواليا نفس الكلام يعني انتوا بتشوفوه كده ولا محتاج ايه عشان يبقى افضل هو كابتن الامانه الواد بيتمرن ومش مقصر في حاجه خالص بس زي ما قلت لحضرتك هو الوقت صعب انا ببقى كل يومين عندي مباراه وبحتاج ان انا بعمل زي ما سعد قال ان الراجل بيذاكر كويس جدا وبيحاول يلعب او يحاول يوصلنا في التكتيك بتاع الفرقه هنلعب ازاي بكره أيوه. قدام الفرقه الاساسيه اللي بتتمرن هو ما بيلحقش ياخد جزء كبير يلعب على الجول مثلا أوكي. عشان كده لا حتى في الماتشات لما بيجي يلعب برده الفيرود حضرتك عارف لازم ياخد وقت طويل جدا ياخد مثلا 5-6 ماتشات ورا بعض وبعدين احكم هو لا مفيش احنا مطلوب مننا كل البطولات اللي بنشارك فيها مطلوب مننا ان احنا وقت قليل ولازم تتاقلم على الوقت ولازم تلعب الناس هنا عماله تقول لكم ايه الدوري ال11 ال12 كاس العالم بالظبط لكن ده. الفتره الجايه بالاخص في ماتشات الدوري دي هيبقى فيها ضغط وعندنا برده لعيبه للامانه في المنتخب الاولمبي ربنا يوفقهم هياخد وقت اطول وان شاء الله هيبقى يظهر بمستوى كويس عشان هو بيتمرن كويس تمام مسلم بيقول كابتن اسلام اسال كابتن سعد على موضوع الشناوي اللي حكى عليه امبارح كهربا وقال سعد هيحكي الشناوي الشناوي المحاضرات بتاعته بيقولها ازاي المحاضرات كلامه يعني مع اللعيبه يعني مش عارف هو كهربا قال لي سعد هيقولها ما انا قلت ان انتوا معايا بكره امبارح يعني قلت ان انت هتبقى معايا بكره فسعد فكهربا قال لي سعد هيحكيها كويس قوي الشناوي لما بيجي يتكلم مع اللعيبه او حاجه مع حاجه كده يعني لا هو الشناوي يعني المحاضرات العاديه بيبقى يتكلم عادي طبيعي لكن هو قبل الماتش بيبقى مشدود شويه طريقه حماسيه شويه ايه بقى ازاي في زعيق وفي حماس وكده علشان خاطر يوصل للعيبه الريتم الماتش يعني الحماس يعني الحماس الزياده يعني هو انت عارف كهربا بيحب يدور الموضوع شويه عشان اكيد الحاوي هيرجع من الاصابه امتى ان شاء الله اسبوعين جودة السباب بيقول الف مبروك يا كابتن اسلام ولكل عشاق الكيان ومنور يا كابتن اسلام ماشي محمد حماده بيقول سعد مشروع مدير كره ممتاز يا عم لسه قدامه 10 سنين مدير كره ايه عايزين مداخلات من اللاعبين نعم بقول له كابتن سعد خلص عليا سؤالي للحاوي هيرجع من الاصابه امتى كذا حد سائل اسبوعين ان شاء الله ويكون متواجد مع الفريق كل سنه وانتم طيبين يا كباتن فرحه التسعه ولا العشره التسعه ولا العشره سنة. يعني اي بطوله افريقيا فرحتها كبيره لا ما خلعتش والله لا دي حقيقه بس زي ما قلت لحضرتك التسعه علشان بتلعب الزمالك طبعا كريم بدر كابتن وليد انا بحبك قوي بجد وكابتن سعد سمير انت وحش والله ده زياد هشام ممكن كان حتى يقراها وحش على فكره انا قريتها وحش عشان تبقى فاهم نزل عصير لزياد يا كابتن اسلام اسال لنا كابتن سعد عن اجاي ما قعدش في الجمهور ابو خالد ما يعني قول لنا اخبار اجاي ايه كويس يعني اجاي كويس وشغال بشكل كويس و يعني موجود الفتره الجايه برده هيبقى له دور وهياخد الجهاز الفني برده حاطط عينه عليه لكن يعني في نقطه كابتن ما شاء الله الفتره اللي فاتت الناس كلها بتلعب وماشيه كويس فخلاص وكل ما كان في واحد واثنين خلي بالك احنا ست مدافعين امبارح كابتن سامي اتكلم في النقطه قال لك عندي ست مدافعين لو انا غمضت وحطيت اثنين هيلعبوا فالاثنين بيلعبوا ربنا يحميهم مفيش ايقافات سلام ربنا يبعد عن الاصابات عن اي لعيب فرقم اثنين وثلاثه واربعه فهيستنى دوره يعني هي نفس النقطه ما عندك قفشه ف
فكان بيبقى كابتن وليد بياخد معاه ادوار، فناصر مثلا حاسس ان الدنيا بعيد شويه لكن بيشتغل ولعب كويس، طاهر وحسين، فهي النقطه كده، في كهربا، في صلاح محسن، في فتره اجاي خد في كاس العالم للانديه وبعدها وبعدين اتصاب فبعد، فصلاح خد وبيجيب اجوان، بس الكوره كده، فهي كده يعني بالظبط. فدي طيب حضراتكم طبعا وانتم موجودين معانا، احنا الحمد لله دلوقتي بقينا او كالعاده يعني اصبحنا ترند على تويتر، بقالنا حوالي ساعه تقريبا يعني ترند على تويتر بوجود طبعا كابتن وليد سليمان وكابتن سعد سمير على الهواء معانا مباشره، وكل اسئله حضراتكم بنقولها من خلال الهاشتاج الحاوي وسمير مع الشاطر. كالعاده دايما حضراتكم بتبقوا دايما في ظهرنا وفي ظهر لاعبتكم، فالنهارده بقى هشكركم لان انا مش هطلع غير يوم الاحد اللي جاي ان شاء الله، فالنهارده انا بشكركم طبعا على الترند رقم واحد كالعاده يعني. هنطلع فاصل وبعد الفاصل هنكمل مع كابتن وليد سليمان وكابتن سعد سمير. اهلا وسهلا بحضراتكم مره اخرى اعزائي المشاهدين. يعني برضو يا كابتن وليد مش عايز افتكر العشره دايما هي اول امبارح او كل حاجه، بس انا عارف ان انتم نسيتوها، بداتوا تفكروا في الذبح بكره وبعدين التمرين وبعد كده يوم الدوري. الدوري الدوري اه فالعشره وانتم قاعدين وانت قاعد بتتفرج، يعني انت كنت موجود ومصاب وقاعد بتتفرج على الماتش، عارف ان انت ولا هتنزل ولا موجود في الفرقه ولا حاجه خالص، كان احساسك ايه يا كابتن وليد من الاول من البدايه؟ يعني الناس كانت، انا كنت واحد من الناس حاسس ان انا مقلق في اول ماتش، اه واثق في فرقتي جدا وكل حاجه، ولكن بتلعب ماتش نهائي برضه. اكيد يا كابتن، انا هقول لحضرتك حاجه حصلت واحنا موجودين هناك، كنت انا وسعد في المحاضره مع بعض ومع اللعيبه، وكان كلنا بنتكلم، انا قلت لهم انا واحد مصاب بس اتمنى اكون موجود، يعني كنت اتمنى ما اكونش مصاب اكون موجود في وقت زي ده. ايوه انت بتلعب نهائي وبطوله غاليه على النادي الاهلي وعلى جمهور النادي الاهلي، احساس يعني مش عايز اقول احساس حلو جدا ان اكون موجود في النهائي وتاني نهائي على التوالي، تسعه كنت كسبان الزمالك، العشره دي بلعب قدام فرقه من 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 جنوب افريقيا. انا في المدرج انا وسعد قاعدين، مش عايز اقول لك يا كابتن احنا قاعدين نزعق العب لقدام، عايزين نجيب جول بعد الجول الاول. بس انا عايز اقول لك على حاجه، انه حتى الشوط الاول وهم 11 انت كنت اقرب بكتير من فريق كايزر تشيفز، يعني انت اتقال ان انت بقى بعد الجون بعد ما اطرد من واحد من عندهم جبنا ثلاث اهداف وبتاع، ولكن اه طبعا ما هي كره القدم كده في النهايه ماشي، لكن في الاول برضو احنا ضيعنا جون واثنين وثلاثه. ما هو بيتقال كتير يا كابتن اسلام، اه يعني بيتقال كتير في كل حاجه مش في دي بس، لكن في الاول وفي الاخر انت بطل افريقيا. بس انا هفكر وليد يوم الماتش، انا قلت لك ايه الصبح على الفطار، اه قلت لك هنعمل ايه؟ هنكسب ان شاء الله. قلت له هنكسب 3-4. والله العظيم. منين جالك الاحساس ده؟ قبل الماتش بيومين كنت قلقان جدا، اه بس سبحان الله يعني يوم الماتش جالي راحه كده، وقلت للكابتن سامي، اه قلت له هنكسب الماتش هيفتح وهنكسب. اللعيبه مركزه مثلا ايه اللعيبه مركزه، بس يعني غير ان اللعيبه مركزه جامد، يوم الماتش انت بتحس بشكل اللعيبه باليوم عامل ازاي، بتبقى مرتاح مبسوط، بتحس يوم الماتش قبلها بالنتيجه يعني. في ماتشات كتير كده، لكن من الشوط الاول يعني للامانه برضو لا، كان الواحد ما عندوش، اتكلمنا مع بعض المدرج يا سعد، ايوه مشدودين، بس ما كانش عندنا ثقه وشك 1% ان احنا هنكسب البطوله، هنكسب يعني فعلا. بان ابتدى يبان الـ كان فارق كبير جدا ما بين النادي الاهلي وكايزر تشيفز، ابتدى يبان الفرق. اه بالظبط يا كابتن، خلي بالك انت بتتفرج على الفرقه بتجيب لها افضل حاجات، اه لما تيجي تتفرج على الفرقه بتجيب لها احسن حاجات، بس هي كانت فرقه غريبه بين فانت وبينك. بتشوف حاجات كتير كويسه ونقط زي ما بقول نقاط قوه كتير جدا، وفي نقاط بنقعد ندرس، فطبعا برضو هرجع اقول لك الاحترام المنافس هو ده السر وهو ده السبب الرئيسي ان انت محترم الفرقه، ان انت يعني مديها اهتمام كبير جدا واحترام كبير جدا. ايوه لكن حضرتك لعبت النهائيات برضو يا كابتن اسلام، دايما النهائيات بيبقى فيها تنشنه مختلف، لا فيها تنشنه دايما، هتلاقي النهائيات يمكن ده من اكتر النهائيات اللي جه فيها جوان ويتلعب فيها كوره حلوه في الشوط الثاني. ايوه بالظبط، لكن معظم النهائيات نهائي الترجي 2012 هو النهائي الوحيد اللي كان فيه كوره ممتعه طول الماتش، مظبوط، وكنا احنا متسيدين الماتش صح، لكن معظم النهائيات بالعكس فيها تنشنه، كوره حلوه قليله، ده بيبقى كده يوم ماتش النهائي بيبقى يوم صعب جدا. ال 2012 و13 يا وليد وبعد كده 20 و21 ايه الفرق؟ لا الفرق طبعا يا كابتن، انا مستوى الشخص يعني كان الجمهور طبعا حاجه تانية، جمهور النادي الاهلي أيوه. في الاستاد ده حاجه تانية أيوه. يعني دايما بقول للعيبه يعني جمهور الاهلي في ماتش نهائي ومال الاستاد ده ماتش تاني مختلف، حاجه تانية مختلف غير الماتشات دي خالص يعني.
لكن ماتش 2012 دي كانت بطولة الشهداء، وكان الموضوع كان يعني البطولة راحت خالص من هنا، كان 1-1 1-1 ونجيبها من رادس، ده كان دي لا وبأداء ايه اه يعني كان دي حاجة كويسة جدا. 2013 برضو كان في الأحداث لسه في مصر، ما كانش في مكان بنلعب فيه، ممكن ماتشاتنا تمرين كل شوية تغير، التدريب بيتغير، كانش في دوري كل اسبوعين بتلعب ماتش، ماتشاتنا في الجونة، وموضوع ما برضو ما كانش في استقرار بالنسبة لنا يعني. ايوه من وحققنا بطولة كان ليهم طعم مختلف برضه بالظبط. اه 12 13 اه ليهم طعم مختلف طبعا، كانوا صعبين جدا 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 جدا. بس كان معاك رجاله يعني معاك نوعيات. انا فاكر ان ماتش في 2012 بركات وابو تريكه ومتعب وسيد معوض قاعدين احتياطي، ده النهائي النهائي يعني. سيد معوض كان مصاب، كابتن سيد معوض كان مصاب، كابتن بركات وكابتن ابو تريكه وكابتن عماد متعب كانوا قاعدين احتياطي، كانوا قاعدين احتياطي، كان بدا جد والسيد حمدي جد وسيد وليد عبد الله السعيد وليد سليمان وحسام غالي حسام عاشور احمد شديد واحمد أحمد فتحي احمد شديد محمد نجيب والجوم احمد فتحي شريف كرومي. لكن كانت برضو يعني فكرت في الموضوع ده ازاي، انت تلاقي ابو تريكه قاعد احتياطي وبركات وعماد متعب، الناس دي في حته تانية يعني. هترجع لنفس النقطه اللي احنا فيها دلوقتي باختلاف النجوميه والاسماء والتاريخ بتوع النجوم دول، بس النجوم دي زي ما انت بتفكر دلوقتي في النادي الاهلي او ده اللي احنا اتعلمناه منهم، هم كانوا بيفكروا في الفرقه ان الفرقه اهم حاجه، الفرقه اهم حاجه، الفرقه النهائي كانوا زعلانين وكل حاجه طبعًا. بس اهم حاجه الفرقه أهم في حدود برضو بالظبط طبعا يا كابتن، اهم حاجه يعني الفرقه. وليد يقول لك كمان يعني اهم حاجه الفرقه، اهم حاجه الفرقه ساعتها بالظبط يعني طبعا. التفكير في الوقت ده كان كله ان ما انا زعلان ومتضايق ان انا ما بلعبش النهائي، ولكن انا اصل البطوله اتحسب للنادي يا كابتن، الفرقه كلها مش لشخص. واحنا اتعلمنا كده في النادي، ازعل وما بقاش بلغه الكره موظف ازعل، لكن في حدود، ما بوصل اليوم على زمايلي، ما ضيعش تركيز زمايلي، لا يعني زي ما قلت لحضرتك، لا في حاجات كتير جدا اتعلمناها ان الفرقه اولا وبعدين كل حاجه. خلي بالك يوم برضو رادس ده كابتن اسلام 2012 ده التمرين اللي قبل الماتش، يعني اسال وليد، دخلنا الاستاد واتمرنا، رتم التمرينه والتمرينه بتقول لك الفرقه دي هتكسب بكره قبل الماتش اللي هو التمرين قبل الماتش بيوم يعني. وليد برضو يفتكر ويقول لك كان في احساس ان ربنا هيكرمنا بنسبه كبيره جدا، رتم التمرينه لدرجه ان الكابتن حسام نهى التمرينه من الضرب والتخبيط والالتحامات واللعيبه عايزه الماتش يتلعب، اللعيبه تاني يوم عايزه الماتش يتلعب، عايزين نلعب وما كانش مبين الكابتن حسام اعتقد مين هيلعب ومين مش هيلعب. لا كان باين، يعني الفرقه اللي هتبدا. وبرضه يومها حسام غالي بين الشوطين عينيه دمعت. ياه. يعني حسام كنا كسبانين 1-0 كنا كسبانين 1-0 تقريبا. عينيه دمعت من حرصه على الفرقه وخوفه على الفرقه، يعني انا شفت كابتن حسام غالي مرتين الموقف ده اتاثر يعني بيه. من خوفه على الفرقه وعلى النادي كان دمع قدامنا. اثر علينا طبعا الموقف ده، خلانا عليه بقى احساس ان النادي الاهلي وان البطوله بتروح وجمهوره والناس عايزه تفرح، و2012 دي كان فيها ظروف صعبه، فكان في لعيبه كتير حاسه بالجمهور والمسؤوليه ساعده كانت صعبه بامانه يعني. ايوه خلي بالك يا كابتن اسلام برضو فكره ان يجي لك جمهور بره، طبيعي ان الجمهور بيجي لك جوه، لكن وليد برضو عمل بعد الماتش اللي فات لما جري على جمهور الثالثه شمال والرابطه بتاعتنا ورا الجون وراح لهم عشان يحييهم، احنا برضو الناس ساعات يعني لازم يوصل لها ان فعلا اللعيبه بتحس بالجمهور قوي وحاسه بتعب الجمهور طبعًا. وبالذات الناس اللي بتجي لنا بره مصر طبعا، الجمهور اللي بيجي لنا بره مصر ده يشكر يشكر يشكر، بيبقى عايزين نشيلهم على دماغهم. الماتش اللي فات ده كان فيه ثلاثه بيشجعوا، يعني ثلاثه واقفين بيشجعوا طول الماتش، حتى احنا شكرناهم بعد الماتش وسلمنا عليهم، لكن الناس اللي بتجي لنا بره مصر دي في نيجيريا في غانا في كاميرون في سعد قبل كده رحنا مازيمبي يا كابتن، حضرتك رحت مازيمبي سفريه بعيده جدا وبعدين احنا بنقابل بقى، انت بتقابل حكايات من الجمهور في الطياره، واحد بقى موبايله عشان تمن التذكره، واحد رايح من ورا والدته مثلا عشان يشجع الفرقه، فالحاجات دي برضو بتهزك من جوه وبتعرفك عظمه الناس دي وعظمه الجمهور ده، ان هو بيلف وراك في كل حته. في ماتش مره بنلعب الاوتن الكاميروني جالها 2 أو 3 سخنا ورحنا حيينا الثلاثه دول وكلمنا مع بعض بعد الفتحه، هم دول يا جماعه ما يروحوش زعلانين. انت عارف الثلاثه اللي كان جاي لكم كان من واحد من هولندا وواحد من انجلترا تقريبا، انجلترا اعتقد والثالث من مصر. فبالتالي الجمهور الاهلي في اي حته
وانتم بتعملوا اي حاجه عشان خاطر الجمهور حتى لو واحد اللي جاي في اي حته وغير للامانه يا كابتن غير يعني اتذكر بطوله الكونفدراليه هنا الدقيقه 96 واحنا خلاص انا واحد من الناس ابتديت انزل في الشراب خلاص وكان جو رطوبه وتعودت البطوله مش بتاعتنا الجمهور ابتدى بقى يشجع يا لا رب. انا الموضوع اختلف لما قعد يقول يا رب يا رب لا الموضوع انا جات لي طاقه غير طبيعيه انت عملت اوفر عالمي بيمينك بيميني كمان بقول له انا مش بقول له انا اليمين ده ما بشوفتكش بتعملها كان سبب جمهور لا جمهور الاهلي غير يعني حرك الحجر زي ما بيقولوا يعني دي حاجه وانتوا كان لكم الحظ ان انتوا تشوفوا الجمهور خلي بالك انت برضو بتقابل حاجه صعبه اليومين دول ان معظم اللاعبين اللي موجودين دلوقتي في الفريق في الجيل اللي متواجد دلوقتي ما شافوش جمهور دي حقيقه صح طبعا بتوصلهم ازاي بتشوفهم في كاس العالم الانديه بس اعتقد حتى يعني مش بالنسبه الكبيره بس جدا ولكن كان شكلهم ممتع بصراحه وفرقوا مع اللعيبه برضو بتعملوا الموضوع ده ازاي في الماتش ده في كاس العالم كنت تحس ان انت بتلعب في مصر للامانه يعني طبعا لانه الناس كلها اهلاويه اهلي اهلي لكن انا بتكلم انتوا بتتغلبوا بقى انتوا عاصرتوا ما هو الميزه ان انت حضرتك عاصرت جمهور ولاعيبه الكوره كانت مختلفه خالص يا كابتن الكوره نفسها وطبيعه الاجواء والماتشات كانت مختلفه خالص دخلت انت بقى في مع عدم وجود الجمهور في سكه ثانيه خالص يعني فخدنا وقت في الاول عشان تتعود عليها لكن زي ما وليد بيقول لك بتبقى في وقت محتاج الجمهور بتاعك بالذات بيفوقك بيشدك حتى هو بينتقدك ما هو طبيعي ان الكوره لها وشين انا لازم اتقبل زي ما الجمهور بيشيب بيا وبيرفعني سبع سما هو بينتقدني ده طبيعي لكن حتى هو بينتقدك في الملعب هو بينتقدك عشان الفرقه تبقى كويسه وعشان تكسب وعشان تفوق فده مفتقدينه لكن برضو الخبرات ابتدت تبقى موجوده الفترات اللي فاتت والنوعيه اللعبه برضو ابتدت تبقى بنوايا مختلفه وبالعكس اللعبه بقى نفسها بقى تلعب قدام الجمهور الانتقادات يا وليد من الجمهور ساعات بتبقى قاسيه شويه بتتقبلها اكيد طبعا يا كابتن انا طول ما انا بتقبل الحلو بتاع الجمهور لازم اتقبل وش التاني وده دايما بنقوله انا وسعد في المحاضرات لما بنحس ان نلاقي مفيش الشده بتاع الماتش كده بنقول لهم يا جماعه احنا معانا جمهور قوي جدا وبيدعم كل الناس مش عايزين نشوف الوش التاني احنا شفنا وش تاني من الجمهور جمهور الاهلي لما بيغضب شفته لايف كمان يعني جمهور الاهلي لما بيغضب يعني صعب ان جمهور الاهلي طموح عايز بطولات على طول مش عايز حد يقف عنده بطوله واحده مش عايز لعيبه تكسل جمهور الاهلي دايما عايز لعيبه الاهلي طموحه وده قدر لعيبه الاهلي وبنقول لهم كده قدرنا ان احنا موجودين في النادي ان احنا يكون في ظهرنا جمهور كبير جدا جمهور هيساندنا في كل وقت بس لما بيحتاجنا نحقق بطوله لازم نحقق بطوله لازم تحقق لازم حسين الشحات مثلا تعرض لفتره من فتره قريبه من حوالي 4-5 شهور تعرض لانتقادات كبيره جدا في ده جون الكونفدراليه وليد الاول لانه انت فعلا كنت هتنزل الشراب هنا ما كنتش بص الشمال اهي نزل خلي بالك هو اللي ابتدى الكوره حطها لعبد الله وبعدين الله حطها له وبص متعب والقطعه والاوفر يعني ده اوفر عالمي يا وليد شفت متعب راح فين لا الاوفر كمان بس خلي بالك الاوفر بيمينك متشال دي ومتشال دي يعني دي حقيقة على دماغه وعلى دماغه لا التحرك بتاع متعب طبعا على الخطوتين اللي بيعملهم دايما انا مره كنا بنلعب طنطا مش عارف في كاس مصر ولا ايه فانا عملت اوفر من على الخط كده من بعيد قوي بره الجون خالص يعني الجون هنا كده مثلا بره الجون خالص متعب حطها جابها جون لا متعب في حته ثانيه فالوقت ده انت عملت اوفر يعني ان انت تعديها الاولاني وتروح على دماغ متعب بتحقق بص دي بص الاولاني ده دي لازم تخبط في راسه هو ده يا كابتن اقول لحضرتك هو يعتبر اوفر بالشمال مش باليمين برافو عليك بجد والله اقول لحضرتك حاجه يا كابتن الماتش طول الماتش كنا نعمل من ناحية الشمال المدافع بيطلعها من ناحية اليمين بيطلعها متعب كان جاي يقول لي يمكن في صوره جت لي انا وكابتن وائل جمعه ومتعب قال لي عايزين نركز النقطه ده يا كابتن مهم النقطه قال عايزين نركز تعدي ده بس يعني الكروس لما يتعمل يعدي الاولاني من هنا او من هنا بقول لك كان دي بقى كان خلاص انا كنت رايح اركز ان انا لازم اعديها خلي بالك التفاصيل دي يا كابتن تفاصيل فيرود طبعا ان متعب شايف ان لو عدت من هنا هعرف اجيب جول لكن انا بتكلم في ايه ان انا في الدقيقه 95 وعامل الباس 97 يا كابتن او 97 97 وعامل الباس وجري 5 6 سبرنت في الدقيقه 97 يعني برضو خلي بالك وواحد جاي يعمل عليا تاكلينج برجل بسم الله ما شاء الله طويله قد كده ورافع رجله ومنزل رجل يعني عامل تاكلينج نموذجي ان هو يا تخبط في اللي فوق يا تخبط في اللي تحت اللي هو اللاعب بتاع سيو سبورت ده بص تحرك متعب يا كابتن بص متعب بقى هارب من السرد باك الاولاني بص هو السرد باك اللي هو ماسكه 15 هي مستنيها تعدي بس بالظبط بص هو جاي من هو كان ملك القريبه بصراحه لا هو ملك ال 18 يعني القريبه دي ما بيهزرش فيها
بص والتوجيه بقى والتوجيه والتوجيه وحطت الجون لا يعني الاوفر ده بصراحه اوفر يوديك في حته تانية يعني انا افهم الاوفر ده شويه لانه صعب جدا. ف ارجع مره تانية للانتقادات بتاعت حسين الشحات كانت في فتره وانا عارف برضو انا ليه بسال على حسين لانه الفتره دي انا عارف ان كان لكم دور مهم جدا وكبير في التغير حتى اللي حصل في حسين. حسين تحس ان هو لما كان بينزل يلعب ان هو متضايق شويه وحقه طبعا ان هو يتضايق ولكن زي ما حضراتكم قلتوا الجمهور هو اللي بيطلعك فوق وهو اللي بينزلك تحت وبالتالي يجب ان تتقبل النقد بكل الاشكال. فعملتوا ايه مع حسين؟ هو بص يا كابتن الوقت التوقيت اللي حسين جه فيه النادي كان توقيت صعب صعب جدا حصل فيه ظروف وحصل فيه حاجات كتير وحسين وكان جاي عليه ضغط خلي بالك وحسين برضو للامانه برضو هو كان بيلعب في نادي كبير في الامارات طبعا ومحقق نتائج كبيره برضو هو تنازل عن بعض الحاجات حبا في النادي الاهلي طبعا للامانه الواحد يعني لازم يعني تدي لكل حد حقه فانضم للنادي الاهلي كان محطوط عليه امال كبيره جدا وطموحات كبيره جدا والناس اتعمل لحسين ارضيه كبيره جدا قبل ما يبتدي يلعب مظبوط وكان منتظر منه حاجات كبيره جدا قبل ما يجي يلعب خلي بالك كل النجوم اللي عملت اسم في النادي الاهلي زي ما قلت حضر خدت وقت في الاول شويه كل الاسامي الكبيره حتى في الجيل الذهبي ما حدش من اول موسم كسر الدنيا وتألق افتكر في 2004 يعني هو جه 3 في 2004 في اخره في ماتشات الزمالك اللي هي 4-1 و4-2 2005 فخد وقت برضه فكل النجوم خدت وقت طبيعي الجمهور رقم دايما كابتن اسلام عايز النادي الاهلي ما بيشوفش اي لعيب ما بيشوفش اي نجم هو عايز النادي الاهلي دايما الهدف بتاع الجمهور النادي الاهلي رقم واحد بغض النظر عن اي نجم موجود فالفتره الاولانيه الناس كانت مستنيه من حسين كتير وخلي بالك ارقام حسين في الفتره دي مش وحشه يعني كارقام سواء اجوان او اسيستات مش وحشه لكن الناس كانت منتظره اداء اكتر منتظره عطاء اكتر فده اللي حصل يبقى فيه بعض الانتقادات وطبيعي كلنا بنتعرض لانتقادات طبيعي ده نجم من نجوم الفرقه وبيتعرض لانتقادات كتير الشناوي سعد اي لعيب طبعا لان الجمهور دايما عايز الفرقه فلازم زي ما قلت لحضرتك ادم انت موجود في الكيان ده لازم تتقبل ده وده اللي بيخلي لعيب يستمر ولعيب يقع لعيب يقدر يتحمل ولعيب ما يتحملش فاللي يحسب لحسين ان هو رجع وبرده اللي يحسب للجهاز الفني ان امتى ابتدى يدي لحسين وامتى يبعده وامتى يديله في تقويتات معينه وبرده حسين اشتغل على نفسه الشناوي كان في اوقات بياخد حسين معاه الجيم يشغله ويشده معاه لان برده هو لعيب مهم وانت محتاجه والفتره اللي فاتت اثبت وفي برده يا سعد للامانه تحسب للكابتن سيد وكابتن سامي كانوا بيقعدوا معاه ويكلموه كابتن سيد طبعًا. كان دايما يقول له ما ترميش ودنك لحد ما تسمعش الكلام ده قدامك ماتشات واثقين فيك يا حسين ولولا احنا لو مش عارفين حسين وامكانيات حسين مش هنجيبه للامانه يعني تحسب للكابتن سيد وكابتن سامي انا كنت بشوف يعني بيقعدوا يتكلموا معاه اتكلموا معاه كتير جدا في الموضوع كتير جدا يعني للامانه خلي بالك طاهر برده كان في البدايه نفس الكلام وطاهر بس طاهر مقبول لانه خلي بالك اول 5-6 ماتشات بالنسبه للاعيب صغير كمان وجاي من نادي المقاولين نادي كبير وكل حاجه ولكن اقصد جماهيريته اقل طبعا من وبعدين هو عشان متعود الكلام بالفرنساوي واحنا بنتكلم عربي فده عربي بس ما تهزرش هو للامانه طاهر برده تحسب له حاجه يا كابتن للامانه يعني ان دايما يقعد مع سعد يقعد معايا يقعد مع شنيا يسال إيه؟ يسال لا عربي؟ يسال عربي لا فرنساوي يعني. بعض المقتطفات الانجليزيه مفيش فرنساوي برلين مدرس فرنساوي طاهر اصله فرنساوي لا هو طاهر عايز عشان كده كابتن لما دخل النادي بقى يقعد معايا عايز يفهم حاجات ويقعد مع سعد ومع شناوي انا طب انا اعمل ايه طب انا حاسس ان في ضغوط انا كنا بنقول له ما تسمعش ما تسمعش الحاجه ما تقراش ما تخشش تشوف انا بعد الماتش ايه اللي الناس بتقول عليا ايه قلت له عشان انت لو دخلت تشوف لما تبقى وحش برضه هتدخل تشوف لا انت ركز ان انا ابقى كويس ولو انا مش موفق في الماتش ده اركز في الماتش اللي بعده اكون كويس اركز الناس هتنسى ده للامانه هو بيسمع وبيسال دي حاجه تحسب له يعني ان هو عايز برضه كابتن مين اكتر لعيب حاسس ان انت يعني كان محتاج منك كلام اكتر من الجيل الحالي يعني المجموعه اللي موجوده لا مفيش يا كابتن على طول انتوا بتتكلموا للامان يعني مفيش انت بتحاول ما بتسيبش حد وبعدين زي ما بقول لك لو انت ما عملتش وليد هيعمل لو انت ما خدتش بالك شناوي واخد باله بس حلو قوي التنسيق اللي انتوا عاملينه ده حتى ككباتن فريق يعني فده يعني ما اعتقدش ان في حد بالعكس احنا الحمد لله يعني سواء الشناوي او وليد ايمن يعني سعد
تحاول انت تلم الدنيا على قد ما تقدر يعني. فما اعتقدش ان في حد احنا حاطين حاجه كويسه كمان جوه اوضه اللبس يا كابتن، كان قلت لك ان عاملين كل يوم او كل يومين ثلاثه لعيب يعزم الفرقه كلها، عاملين جو كده حلو. هقول مين بس ماشي. لا كله يا كابتن انا عارفه بس مش هنساعد فيا. لا 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 انت قصدك على مين؟ رامي؟ لا يا عم رامي بيجيب، لا بيجيب رامي بيجيب السلطات. طيب احمد علي بيقول لك يا كابتن اسلام عاوزين نعرف من الحاوي الكواليس اللي حصلت في اوضه اللبس بعد الجون اللي دخل في شناوي، بعد شناوي وتعرضه لازمه او مش لازمه، كلنا بنغلط ويعني بالعكس هي دايما قيمه الكبير لما اي حد كبير او نجم كبير يعني لما بيغلط بتبقى بمقدار المحبه يعني. عملته ايه بعد هدف الشناوي اللي هو اخطا فيه في مباراه بيراميدز؟ يعني انا قلت حضرتك على الشناوي كجون في حته تانية دلوقتي. انا قريب من الشناوي يعني معاه على طول سواء في الفرق جوه النادي او بره النادي، احنا يمكن انا والشناوي وليد وسلية حمدي ساكنين جنب بعض، احنا بتاع مجموعه كبيره ساكنين جنب بعض يعني، بس احنا على الناحيه التانية بقى عكسك خالص، انت هنا احنا انتوا الناحيه التانية خالص. يعني هو وصل لمرحله ان هو من النضج ومن النجوميه ومن الاحساس بالمسؤوليه هو عايش حياه محترف. يعني هو عايش حياه محترف. الشناوي بيقعد يتفرج غير الفرقه والفيديوهات، هو بيجيب فيديوهات معينه للفرقه اللي هيلعبها، الفراوده، المهاجمين، الناس اللي ده بيشوط ازاي، ده بيلعب ازاي، ده فهو عايش للكره للامانه. هو عايش للكره وده اللي مخليه في حته ثانيه مختلف عن اي حد. لكن لو هتيجي تبص للشناوي كابتن اسلام في اخر ثلاث مواسم هو اكتر لعيب النادي الاهلي ثباتا في المستوى، مظبوط، من اكتر لعيبه النادي الاهلي اللي مساهم في حصد البطولات الفتره اللي فاتت، مظبوط، فرصيد كبير جدا وفي اسيستات يا صاحبي. كان بيعمل اسيستات من تحت، بيعمل اسيستات. لا اسيستات لما تيجي تبص لها، لما انت مثلا اللاعب دلوقتي في النادي الاهلي ما بين دوري وكاس وافريقيا وسوبر وكذا 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 وماتشات منتخب وبتاع من 55 ل 60 ماتش، لما تغلط ثلاث غلطات يعني كل 20 ماتش وغلطات مش فنيه كمان يا كابتن اسلام. يعني مش غلطه فنيه. زائد ان هو متحمل اعباء كتير وضغوط كتير. ما هو ده اللي انتوا بتوضحوه بقى، اللي انتوا بتقولوا ان انتوا بتتحملوا اعباء واجبكم وكل حاجه، ولكن في النهايه هي اعباء عليكم. خلي بالك ساعات مثلا ايمن يقول لك ايه، انا مش هقدر اركز في ثلاث اربع حاجات مع بعض. ايمن يعني أشرف. مثلا ممكن يقول لي يا وليد او يا سعد انا عندي ماتش لو انت مش هتلعب مثلا يعني انا محتاج اركز في نقطه معينه. لكن انا هرجع لك نقطه الشناوي ان هو زي ما بقول لك اكثر لعيب ثباتا في المستوى، واحنا عاملين برضو حاجه كويسه كلعيبه مهم قوي كلعيبه يا كابتن اسلام، نثق في بعض جوه الملعب. فاحنا ما عندناش فلان بيخسر فبنشاور عليه او غلط فبنشاور عليه هو ده سبب الخساره. برافو عليك. وده يمكن اللي منجحنا. لان زي ما هو غلط في غلطه ياما شالنا، بالظبط. وليد ياما كسبني وحسم لي ماتشات كتير. السلية ياما ياما عمل لي كتير. معلول يعني كل واحد بقى باسمه، فكل واحد ما بنرميش الخساره على حد. فاحنا ميزه دي اهم حاجه. طبعا احنا بنتعامل مع بعض في النقطه دي عادي جدا، واحنا جه فينا جون كنا ممكن نجيب اثنين وثلاثه بالظبط، والناس اللي قدام النهارده كسبنا، الناس اللي ورا تشيلنا، فهو ده مبدا التعامل مع بعض يعني. ميدو متعب بيقول لو اتعرض عليكم، يعني عاطف الرويع بيقول مساء العسل يا كابتن، الحلقه جامده جدا الحمد لله على نعمه الاهلي، الاهلي فوق الجميع، كاس العالم امانه عندكم وتشيلسي لازم تعرف يعني ايه الاهلي المصري. ده احمد محمد. برضو ماجيك بيقول يا كابتن اسلام عايز تيشيرت الاصلي لنادي الاهلي عليه توقيع النجوم الفريق ورئيس النادي الاهلي بيبو يكون رقم 8. حاضر ان شاء الله قريب. ده يعني محدد، خليها بينا. منورين يا كابتن الاء. شكرا لجيرتنا، ربنا يسعدكم ويفرحكم وينصركم، بجد انتوا عاملين حلقه جامده، اشكرك جدا. ده كريم. تتوقع اننا ناخد الدوري ان شاء الله زي ما اتكلموا النجوم؟ الحقيقه ان دائما التوقع هو او النادي الاهلي دايما بيلعب على رقم واحد، رقم اثنين زي رقم ثلاثه زي 10 زي 15، فطبعا هنلعب على الدوري ان شاء الله. حازم مصطفى بتفتحوا السوشيال ميديا دايما وليكن صفحات معينه بتشوفوها ولا مفيش الكلام ده؟ حلو السؤال ده، يعني هل انت ليك يا سعد مثلا صفحه معينه اهلي غير اهلي بتفتحها الاول تتفرج عليها او تشوف اخبارها ايه او كذا؟ صفحه النادي بس الاول. يعني اول ما ابتدت الصفحات تطلع الواحد كان بيتابع، لكن لا الموضوع بقى هيبقى صعب ان انت تتابع. اشغلك دماغ كتير. لا وبعدين هتزعل. النهارده بتبقى كويس فبيقول لك برافو، بكره فبتتشتم او 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 او
فتبتدي تفصل بقى، تفصل خالص، لا تتابع على الحلو. ده اللي بنقوله للعيبه يعني عموما، يعني والكابتن وليد برضه. انت بتعمل ايه؟ بتعمل كده؟ صفحه النادي بس. اوكي. يعني وانت وليد؟ انا صفر في الحاجات دي، وسعد عارف انا. لا والله. اللي ماسك انك انت كويس يعني، بتعمل تفاعل كويس. هو وليد عنده فريق ماسك له. انا عندي شادي وسامح وهادي. شادي وسامح وهادي. هما شادي، شادي اخو مراتي، هو اللي ماسكني الحاجات دي بتاع السوشيال ميديا كلها. لكن انا ما يا انت الصوره وخلاص وشكرا. ما بحبش. طيب يا ريت تكمل الفرحه وكل لعيبه الاهلي تتصل وتعيد على والده الراحل الكابتن محمد عبد الوهاب. طبعا ده بيحصل بالمناسبه، بس في حاجات ما ينفعش تتقال يعني، لكن في النهايه ده بيحصل، واعتقد بيحصل من كل او يعني من اللاعبين على الاقل اللي هم عشروا محمد الله يرحمه يعني. يارا بتقول الحقيقه دي كلمه ماما مصممه انها تقولها وتتمنى تقراها يا كابتن. انا نجلاء فتحي وبحب جدا الحيوي ابو سليم الجدع وسعد سمير وبعشق اسطورتنا الخطيب ونفسي اشوفه جدا جدا جدا. كل سنه وانتم طيبين، عود عليكم وعلى شعب الاهلي باليمن والبركات ومنورين يا كابتن. حاضر اديني قريتها يارا اهو. كابتن اسلام، كابتن وليد، كابتن سعد، عيد سعيد عليكم. الدوري يا رجاله. محمد اسامه ساسو الاهلاوي، ده غير ساسو الثاني. ماشي. بما اني ان ابني وش السعد علينا، مين لاعب او امبي ابن وش السعد علينا، مين لاعب في امبي نشوف في ستايل الاهلي يعني؟ ما الكباتن يعني ما يدخلوش نفسهم في حاجه زي دي. كابتن وليد، كم هدف في مسيرته مع النادي الاهلي؟ مع الاهلي تقريبا حاجه و70. حاجه و70. دوري افريقيا. دوري افريقيا. دوري افريقيا. حاجه و70 تقريبا او 80 تقريبا. عايز رد يا كابتن اسلام عن كلمه حلوه كده لابني معاذ، عنده زي اللي عند كابتن يعني، ربنا يقومه بالسلامه طبعا، ويعني ان شاء الله يقوم بكل بالف سلامه ان شاء الله. الحقيقه جاي لكم اسئله كتيره جدا وحاجات كتيره جدا، ولكن خلينا نطلع فاصل اخير خلاص يعني، ده يبقى اخر فاصل وبعديها مش هنطول معاكم. وليد بينام بس. نعم، وليد بينام بس. وليد شكله من نوعيه وائل جمعه. وائل جمعه كان الساعه 9 تخش. لا احنا الاثنين بننام بدري، خلي بالك. مين؟ والله اساله. ايه؟ اسألوا، احنا جنب بعض على طول، اوضتين جنب بعض. بينام بدري؟ بينام بدري فعلا؟ والله. ماشي، هطلع فاصل اخير وبعد اشرب لك قهوه النهارده. هطلع فاصل اخير وبعد هذا الفاصل هنرجع نكمل مع كابتن وليد وكابتن سعد. خلي بالك كابتن اسامه. احنا ملوك اللعبه، احنا بنعليها، احنا بدعنا الصنعه، انتم جايين بعدينا. احنا نهد جبال، اسال يا ابني علينا. الاهلي سيد القاره، واتقال واحد فيها بطوله يمين بطوله شمال، كله على السكه وشغال، بالضربه القضيه هتتشال. الاهلي معلم اجيال، مفيش تعب بيأثر فينا، احنا تاريخنا بيحكي علينا، الجماهير ملايين حوالينا بتشجعنا وبتقوينا. اهلا وسهلا بحضراتكم مره اخرى. تعبناكم وسهرناكم وقعدناكم وقت طويل جدا، وكل جمهوركم كان معاكم. الحقيقه انا بشكركم اولا عشان قطعتوا اجازتكم عشان خاطر جمهور النادي الاهلي. بشكركم جدا على تواجدكم معانا النهارده، بشكركم جدا على كلامكم وعلى احترامكم، على الرقي اللي حضراتكم بتتكلموا بيه، على الاسلوب اللي حضراتكم بتتكلموا بيه على كل اللاعبين. بشكركم جدا على حلقه النهارده لان فيها دروس وترندات ايجابيه. انا موضوع الترند الايجابي ده بالنسبه لي بيبقى مختلف شويه، لانه انا ممكن اطلع اشتم واقول واعمل وبتاع وابقى ترند برضو، بس ده اسمه ترند سلبي. اللي حضراتكم عملتوه النهارده، الدروس اللي احنا اتعلمناها في كيفيه ان انت تبقى كابتن داخل النادي الاهلي، اعتقد هي دروس كبيره جدا وترند ايجابي لكل الناس اللي عايزه تتعلم، اللي عايزه تتعلم بجد، من سعد سمير ومن وليد سليمان. فانا بشكركم جدا على وجودكم معانا النهارده، وبجد مثال محترم لكباتن فريق النادي الاهلي، وهو ده اللي احنا عايزينه، وده الرقي اللي احنا عايزينه. ده انا فخور جدا ان انا قاعد مع اتنين من كباتن النادي الاهلي بيتكلموا بهذا الشكل وبهذا الاسلوب. فبشكركم جدا. واخر حاجه، كل واحد يبص للكاميرا. ابدا بكابتن وليد. بص يا كابتن وليد لكاميرتك، وقول كلمه لجمهور النادي الاهلي قبل عيد الاضحى المبارك.
انا في الاول بشكرك يا كابتن اسلام وشرف لي انا اتواجد معاك، وبشكر كل الموجودين في قناه النادي الاهلي، وان شاء الله باذن الله بعد الدوري ما ناخد الدوري ان شاء الله والسوبر اللي هو اقرب حاجه نيجي ونكون معاك ان شاء الله باذن الله يا رب دايما. بشكر طبعا جمهور النادي الاهلي وبقول له كل سنه وانت طيب بمناسبه عيد الاضحى، وان شاء الله هنكون عند حسن ظنكم في الايام والبطولات اللي جايه ان شاء الله، ودايما تكونوا داعمين وفي ظهرنا دايما ان شاء الله باذن الله. كابتن سعد زي ما بنشكر حضرتك زي ما الكابتن وليد قال، وكنا سعداء ان احنا موجودين معاك، وانت من الناس اللي احنا بنحبهم بجد، وكنا سعداء ان احنا موجودين في بيتنا قناه النادي الاهلي ودايما كده منوره ودايما رقم واحد، وبنقول لجمهور النادي الاهلي كل سنه وانتم طيبين، عيد اضحى سعيد وربنا كده يودع علينا الايام بخير وبصحه وسعاده، ودايما النادي الاهلي يفضل رقم واحد يا رب يا رب ان شاء الله. انا بشكركم جدا على تواجدكم معانا مره ثانيه وثالثه وعشره، لانكم بالفعل تستحقوا الشكر، فبشكركم على تواجدكم معانا. ان شاء الله نحتفل زي ما كابتن وليد وكابتن سعد بيقول دائما بالبطولات القادمه داخل النادي الاهلي. النادي الاهلي دولاب بطولات كبير جدا جدا، دولاب لن ينتهي فيه البطولات ولن تنتهي فيه البطولات. فانا سعيد جدا ان انا النهارده كنت مع اثنين من النجوم الكبار جدا في عالم كرة القدم، اثنين من كباتن النادي الاهلي، وكانت مقصودة الحقيقة ان هم يكونوا متواجدين معنا عشان تعرفوا الفارق الكبير ما بين النادي الاهلي وكباتن النادي الاهلي، وانا هنا ما بتكلمش على حد، ولكن ما بين النادي الاهلي واي حد تاني واي نادي تاني. فانا بشكركم جدا على تواجدكم معنا، وان شاء الله نحتفل قريب بالبطولات القادمه دوري وسوبر وكاس عالم ان شاء الله. شكرا جزيلا للنجوم الكبار كابتن وليد سليمان وكابتن سعد سمير، انا بشكر حضراتكم جدا. ان شاء الله انا هلتقي مع حضراتكم يوم الاحد القادم ان شاء الله في حلقه جديده من البيت الكبير. النهارده الاحتفالات هتتوقف عشان عندنا مباراه مهمه جدا جدا يوم الخميس القادم، مباراه النادي الاهلي ضد فريق البنك الاهلي. ان شاء الله ان شاء الله يستطيع النادي الاهلي ان يفوز في هذه المباراه ويحصد 3 نقاط ليقترب رويدا رويدا للقمه حبيبتنا كلنا دايما قمه الدوري العام. فانا بشكر حضراتكم شكرا جزيلا، ان شاء الله التقي مع حضراتكم يوم الاحد القادم وحلقه جديده من البيت الكبير.